فلومينينسي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد فوز على الأهلي 2-0 والأهلي إلى مباراة المركزين الثالث والرابع. كابتن شريف زعلنا. لا خسارة. يعني كنا نعرف اوقات كتير. تزعل لو انت ما رحتش للجول، تزعل لو انت ما ضيعتش جوان. ده جات لك. تزعل لو ما كانتش بكمل، يعني ازعل بقى بكمل الانفرادات اللي جت دي كلها، ده كرة خط الستة يا دوبك تتلمس في اي حتة في الأرض الشوط الأول والشوط الثاني. تزعل لو أنت بتلعب أول مباراة، ها؟ تزعل قوي بقى إنك اديت لمانشستر سيتي فرقة، ها؟ مش مفروض تبقى بتلعبه. ده هيقسم عليها يعني هيكسب بكرة طبعًا، والفرقة دي هتاخد لها بتاع 7-8 منه، يعني فرقة مش بتاعت. ولو إن ماتشاتهم أحيانًا يعني بيبقى ليها طابع تاني مختلف. لا فرقة عواجيز يا راجل، وعندهم سن كذا وما أعرفش إيه. أنت النهاردة الحل عليك التعب، وحل عليك كمان عدم التوفيق في التغييرات وفي الوقت وأوقات التغييرات. وأنا ما أعرفش ديانج فين، ديانج متعور ولا إيه يعني، فهمتني؟ دي فرقة كانت عايزة الكرة التانية دايما تردها، تبقى أنت خطر عليهم جدا يعني. بقوا بيحاولوا كيلينج تايم، يمرروا الوقت، وابتدوا بعد ما جابوا ضربه الجزاء اللي مشكوك فيها، انا ما اعرفش اللمسه دي واللمسه بتاعتنا احنا ما كانتش بينالتي ودي بينالتي. برضو في حاجات الواحد بيقف عندها، ولكن واضح ان لعيبتي النهارده انا كانت بدنيا بعد الشوط الاول والمجهود اللي عملوه ده كله، كان لازم يبقى في مسانده بقى خارجيه من الجهاز الفني. انا قلت من اول الهاف تايم اكرم توفيق هيطلع وينزل ديانج مثلا، كويس، او ينزل كريم فؤاد ويطلع اكرم توفيق. لو انت بتفكر انك انت بتحتفظ بالسرعات اللي موجوده جوه جنب كهربا وجنب بيرستاو، عدم التوفيق النهارده كمان وضع عليه التعب، يعني انهاء الهجمه، الفينش بتاع الهجمه، في شورت في تنفيذ الكوره، في استحواذ على الكوره، حتى لما بتروح تاخد الكرة منهم بتتسبب ان انت تعمل ضربة ثابتة دايما اقوى منك جسمانيا مش بدنيا. يعني انت كويس وكل حاجة، بس ضيعت فرصة كبيرة قوي. تعال نعد هم ضيعوا فرص قد ايه واحنا ضيعنا فرص قد ايه، احنا شكل الفرص اللي احنا ضيعناها، وهم من كورتين واحدة ميتة بتاعت مارسيلو وما اعرفش دي، والثانية خطأ مننا، والتالية خطأ مننا احنا، الباص ميس باص واتعمل علينا عليها الباص الثانيه، وكان في واحده قبلها برضو اللي الراجل شاطها من ناحيه اليمين وراح جنب العرض. فضيعت فرصه كبيره قوي النهارده، ضيعت فرصه، وما يعني مش نصيبك النهارده انك تكسب، وليس باللوم يعني، احنا ما بنلومش يعني، انت مناولتك للمباراه، هو كمدير فني هو اوعى باللعيبه اللي عنده، حاسس بالامكانيات اللي موجوده عنده، ولكن احنا كنا توسمنا ان بعد المجهود الكبير اللي حصل في المباراه اللي فاتت هيكون في تطعيم من اول المباراه يعني بتدوير تاني او بشخصيات تانية، واللعيبه اللي لعبت برضه ما هي معاك يعني، حتى لما نزل طاهر محمد طاهر عمل وجود في ال 18، ولو الكوره اتحطت صح او ما ابتدتش بتنط كده وجايه على الارض كان حطها. ف هارد لك كل البعثه يعني، لعبتوا حلو وشرفتونا وليكوا حضور في الملعب، ولكن انهاء الهجمه باعد بيننا وبين ان احنا نلعب فاينل مع مانشستر سيتي. ارلك صحيح كابتن اسامه، اوقات كتير في المباراه حسينا ان الاهلي هو الاقرب للفوز، يمكن احنا اتكلمنا عن معدلات اللياقه البدنيه وانها هتنزل بعض الشيء بسبب السن الكبير اللي في لومينينسي، ولكن حدث العكس الشوط الثاني، احنا اللي قلنا بدنيا كتير قوي. احنا بص يا ايمن، فرق بين الشوط الاولاني والشوط الثاني. الشوط الاولاني كان ممكن نكسب فيه، الشوط الثاني نستاهل الهزيمه بوضوح. اولا انت عملت جهد كبير جدا الماتش اللي فات، طبعا، والنهارده من بدايه الشوط الثاني كميه الجري والاسبرنتات اللي اتعملت من اللعيبه، احنا قلنا هل هيقدروا الشوط الثاني يكملوا كده؟ طيب لا حصل ان هم قدروا يكملوا كده، ولا حصل تدخلات في وقت معين انك تسيطر على وسط الملعب. فهم بحكم خبراتهم
احنا قلنا هم كبار في السن ولكن لاعيبه كوره، طول ما انت وقعت بدنيا هم بيتناقلوا الكوره بسهوله جدا في نص الملعب. ثانيا صح. انت وقعت في ثلاث اربع حاجات الشوط الثاني، عشان كده فرق كبير قوي بين الشوط الاولاني والشوط الثاني. اول حاجه انت فقدت السيطره والاستحواذ تماما. انت الشوط الاولاني كانت الكفتين قريبين قوي في الاستحواذ وانت كنت اخطر على المرمى وكانت فرصة انك انت تخلص الشوط الاولاني. الشوط الثاني تقريبا الاستحواذ بنسبة تعدي 70-80% كان ليهم، تنقل الكرة بسهولة جدا في الخط الخلفي في نص الملعب على ال 18 عندنا. ادي اول خطأ حصل لك وما حصلش تدخل، لان هتلاقي ابتدى امام عاشور يقع، ابتدى اكرم توفيق يقع، ابتدى بيرسي تاو يقع، ابتدى كهربا يقع. كميات، انا بتكلم على كميات الجري، فهم بيتناقلوا الكره بسهوله جدا سواء في نص الملعب سواء في الاطراف سواء. الحاجه الثانيه اخطائك في التمرير كتيره جدا الشوط الثاني، وده التعب ومنها التعب بيحل عليك. طبعا برافو عليك يا كابتن شريف، يعني كابتن شريف قال التعب خلى اخطائك كتيره جدا وحوالين ال 18، يعني اكتر من كوره اتقطعت بالتمرير انت تبقى لعيب واحد، يعني لعيب سهل جدا ويبصيها على 18 لواحد منهم. حتى الجون الثاني جه كده، وقبليها اتلعبت برده واحده لنمره 9 بس هو ما قدرش يلعبها للمهاجم، حب اللي هو الانفراد اللي شاله الشناوي. فانت وقعت في كميه الجري قلت جدا الشوط الثاني، فقدت السيطره والاستحواذ، اخطائك في التمرير كانت كتيرة جدا. فهم العكس، هم كبار في السن ولكن انت ساعدتهم في الشوط الثاني، التعب اللي حل خلى المساحات كبيرة قوي، فهم بحكم ان هم لعيبة كورة بيتنقلوا الكورة بسهولة من رجل لرجل لرجل لرجل، وانت اللي دايخ، انت اللي دايخ. فهو الشوط الثاني النادي الاهلي ما كانش في الحالة الطبيعية. ثانيا التدخلات جاية متأخرة جدا. احنا قلنا كبداية الشوط ماشي ممكن هلعب بنفس التشكيل لانه الشوط الاولاني اتعمل كويس، لكن بعد 10 دقايق تحس ان في ناس كتير جدا مش قادرة باينة جدا. علي معلول باينة، بيرسيتا وباينة، اكرم باينة، امام عاشور باينة، كهربا باينة. طيب ما انت لما تلاقي 6-7 لعيبة او 8 ابتدت المعدلات الجري بتاعتهم بتقل، فهم عرفوا يستغلوا خطأين. انت في وقت وحيد اللي كنت ممكن تتحمس وترجع المباراه، الكره اللي جت لبيرسي تاو كانت هتبقى التعادل 1-1، هي دي اللي كانت ممكن ترجعك للشوط الثاني. لكن بامانه الشوط الثاني احنا الشوط الاولاني نستحق، لكن الشوط الثاني هم بصراحه كانوا الاخطر والاكثر استحواذ وكانوا افضل من خلال الشوط الثاني، واستحقوا في الشوط الثاني ان يكسبوا المباراه. كابتن عادل، ليه وقع منك وسط الملعب الشوط الثاني؟ انا قلت لك بين الشوطين يا كابتن، قلت لك لازم يغير. اصل هي الموضوع كم جري، والمفترض انه في جهاز معاه بره يوزن حته اللعيبه جريت قد ايه واللعيبه هتوصل لايه وهم عندهم الجي بي اس بتاعهم، الاحمال عندهم الشغل بتاعهم، المفترض ان هو عارف قد ايه ده اللعيب ده هيقع في انت. انا وانا قاعد معاك في الاستوديو هنا بين الشوطين قلت لك لازم يغير لانه اللعيبه هتقع، علشان الماتش بتاع الاتحاد كان قريب. انا قلت كده يعني، مش والشوط الاول عمله مجهود مضاعف، هي ما فيهاش فن اصل، هي ما فيهاش فن يعني. هي انت المفترض انك انت عارف كم الجري بتاع لعيبتك ايه، ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا فرحنا بالجري بتاع الشوط الاولاني بالظبط، وكانك انت عمال تجري 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 تجري، هتلعب ماتش في شوط واحد. انت فاهمني؟ الموضوع مش كده خالص. عشان كده انا تدخلي لما جيت اتكلم بين الشوطين قلت كلمه واحده بس، تغيير. قلت لازم يغير. يمكن قلته ان السن بتاع الفرقه الثانيه عشان سنهم عالي هم اللي هيقعوا، قلت لك لا مش هيقعوا لانهم فكرهم عالي، بيلعبوا قريبين من بعض. قلنا قبل الماتش قلنا دول الناس ما بتجريش كتير، الناس دي بتطلع كتله واحده بتلعب الكوره، بتريح نفسهم، بتجري الكوره، هم اللي ما بيجروش الكوره. يعني انت لو مسكت لعيبه النادي الاهلي الشوط الاولاني وهم، تلاقي نص الجري بتاع الاهلي هم اللي لعبوا، ضاعت الفرص كتير جدا. لكن علشان اللعيبه بتاعتك باور بتاعهم انتهى، ما هو ده الاتحاد الدولي يا كابتن ايمن عامل خمس تغييرات. عامل خمس تغييرات ليه؟
علشان الفرقه تتجدد نشاطها. 50% من فرقتك او اي فرقه في العالم يتجدد نشاطها. انا بتكلم على انك انت ليه تاخير في التغييرات؟ اصل هو مش قانون، اصل التغيير بس في اوقات. بس عايز اقول لك حاجه يا كابتن عادل، معلش، في بعض الاوقات جات لك فرص ما تقدرش تتكلم فيها على لياقه بدنيه ولا جون. لا، لياقه بدنيه، ما هو كابتن ده جات لك كور كابتن في السكس يارد. يا كابتن خليني اكلمك، انت لما بتبقى في الباور بتاعك منتهي 60-70% منه راح، بيبقى قرارك غلط على الجون. هو دلوقتي انا عايز اسالك سؤال، خلينا نبقى منطقيين. لما انت كنت راس حربه وبلك راس حربه، لما كنت بتوصل على الجون وانت احيانا تجيب جون وانت الباور بتاعك موجود وانت عندك لياقتك البدنيه عاليه، عشان القرار انت عارف لما بتنزل معدل اللياقه في المباراه بيبقى انت في ناحيه التركيز بيبقى اقل. الباص، طب ليه احنا بنباص غلط في الثاني شوط؟ باص كتير غلط، عارف ليه؟ علشان الباور بتاعك انتهى، علشان انت قعدت تجري. ما هو انت لازم كنت تجدد. انا اتكلمنا على ان لازم نجدد النشاط. طب اسالك سؤال، ديانج اي حد عنده ديانج علامه استفهام، اي حد عنده ديانج لازم يلعب، علامه استفهام. وجهه نظر المدير الفني. لا، ما فيهاش يعني وجهه نظر. لا، ما هي دي وجهه نظر. لا، مش هقدر اقول لك ما بيعرفش. لحظه، انا ماليش دعوه بوجهه نظر المدرب، انا ليا دعوه بوجهه نظرنا احنا. انا راجل شفت ديانج ازاي عادي، هو المسؤول، هو الادرى. يا كابتن ما تسيبوني اكمل، احنا سيبوني اكمل فكرتي. خلاص يا كابتن، انا اقول فكرتي، سيبوني اقول فكرتي وبعدين اتكلم. ماشي، انا بتكلم ديانج دلوقتي لعيب كويس ولا لعيب وحش؟ لعيب كويس طبعا. ديانج اعلى قيمه تسويقيه في لعيبه النادي الاهلي. مظبوط. حلو، ديانج من افضل اللعيبه قطع الكوره، ديانج اعلى لعيب لياقه بدنيه، وانا الكلام ده انا جايبه من عندي. ده احنا معروف عن ديانج، ممكن يكون حاله حاجه واحده بس اللي اقدر اقول لك، انه مصاب. ديانج نزل اخر الماتش اللي فات جري وعمل سبرنتات، يعني هو مش مصاب. فاحنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم على ان كان التوازن في اللعب، كان لازم يبقى في توازن. بعد الشوط الاولاني ما يخلص لازم انت تعرف ان اللي بيتعمل في المباريات اللي قبل كده، اللي بتلعب كل 5-6 أيام مباراه، غير انك انت بتلعب مباراه كل قد ايه؟ كل يومين. انت لعبت يومين بالظبط مع الاتحاد، ما عملتش الاستشفاء بتاعك على اعلى مستوى، يبقى لازم يبقى فيه تفكير خارج الصندوق. ده اللي انا واخده النهارده. يعني انا بكلمك على ايه يا كابتن ايمن؟ على انك اضعنا فرصه كبيره للنهائي. صح، انا حزين عشان كده. وانا برضه. ليه؟ لانه الفرقه حاسس انك من الاقرب. يعني الفرقه مش واو قوي فيرمينز، يعني اللي هي مش الفرقه القويه للغايه يعني. لكن انت حتى شفت انت النهارده لو كان عندك التوازن في كم الجري، انت في اخر 25 دقيقه انت لو شفت الاستحواذ، شوف الاستحواذ الثاني شوط، هتلاقي النسبه، انا متاكد تماما النسبه هتبقى كبيره ليهم قوي. ليه النسبه هتبقى كبيره قوي؟ الشوط الاولاني انت عملت ضغط جامد، فانا كمدرب انا شايف ان انا عملت ضغط وجريت كتير. طالما انا جريت كتير قوي يبقى لازم اعمل البالانس تاني وارجع وانزل اللعيبه اللي في وسط الملعب اللي تقدر تديني القوه التانيه. لكن احنا لعبنا على شوط واحد، جرينا كتير، اتحركنا كتير، كنا الافضل وكنا الاحسن وكنا افضل حاجه ممكنه. الشوط التاني كان لازم تلعب مباراه اخرى بقانون اخر من غير القانون بتاع احنا توقعنا كده. يعني قانون مستر كولر هو مدرسته، ما اعرفش، هو بيحب يغير بعد الدقيقه 70 وال75. طبعا في تاخير، في تغييرات. صح، بيتاخر قوي يعني. في تأخير انت الخمس تغييرات هتعمل فيهم ايه؟ ما هو انت لما تيجي تغير، انت لو عندك تغييرين، انا اعمل تغيير مثلا في ال75 انا موافق، لكن انا عندي خمس تغييرات هتستغلهم في 15 دقيقة ازاي؟ هنا السؤال. لا، في 15 دقيقة ازاي؟ انا بتكلمك على انك عاوز تغير تاكتكس، وعايز تغير، هتغير خمسة مرة واحدة في 15 دقيقة. هو معمولة علشان طالما الخمسة اتعملوا عشان انت لو متأخر في الشوط الأولاني
هتنزل تبدا تعمل بهجمه ثانيه. انت لو عندك الشوط الاولاني عندك تاخر في الحته الدفاعيه مش واقف صح، عاوز تعمل تغييره توقف الحته الدفاعيه بين الشوطين، لان يبقى عندك خمسه على الاقل 45 لعيبه تغير 50% من الفرقه، لكن عمرك تغير 50% من الفرقه في ربع ساعه. يعني مدرب فلامينس عمل ايه؟ خمس دقايق وغير بين الشوط الثاني، غير وغير ايه؟ غير ثلاثة ولا ثلاثة مع بعض وبعدين اثنين. لا هو غير متأخر وبعدين غير ثلاثة بس كان كسبان. غير اثنين وبعدين غير ثلاثة. ليه غير اثنين وغير ثلاثة؟ لأنه عنده كم الجري بتاع فرقته، فرقته كبيرة في السن، فعارف ده جري قد إيه وده جري قد إيه وده جري قد إيه. طب أقول لك حاجة، عمل إيه فينا الراجل المدرب بتاعه؟ عمل فيك حاجة غريبة قوي، عمل إنه أنت أصغر في السن أجهدك وينزل الصغيرين في الاخر يجهزوا عليك، انت فاهم في الكوره في لغه الكوره. هو عمل، هو اللي عمل كده يعني. يعني ما كانش عندي ادنى شك ان احنا نكسب النهارده لانها كانت فرقه في المتناول، لكن في الاخر اقدر اقول لك كره قدم هارد لك خلاص، الحمد لله رب نفكر في الثالث والرابع عشان نعمل انجاز انك تاخد ثالث باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن بلال، يمكن جات لنا بعض الفرص، فرص سهله للتهديف، لكن تم التعامل معها برعونه شويه، استغلناش الفرص، المعدلات البدنيه قلت الشوط الثاني، فلومينينسي استغل الفرصه دي وقدر يتفوق علينا ويتاهل للنهائي. الاول هارد لك للنادي الاهلي يا كابتن، يعني مباراه في شوطها الاول كانت من المتناول، صح كان ممكن تخلص المباراه الشوط الاول مع فريق قدراته وامكانياته ان هو بيعرف يباصي كويس وبيعرف يستحوذ بشكل كويس وبيعرفوا ينقلوا كويس واظهروا البعض كويس، لكن هم ما عندهمش حته الاندفاع والقوه وان هو يرتد بسرعه، ما عندوش الحته دي، لكن عنده بيلعب كتيم واحد زي ما اتكلمنا، يعني بيلعب في الحته الهجوميه كتيم واحد، لكن عنده مشكله رهيبه جدا في الهجمات المرتده السريعه. صح. هارد لك طبعا، عندنا مباراه اكيد ثالث ورابع، نتمنى من الفرقه ان شاء الله ان تحقق مركز، يعني ان شاء الله ناخد البرونزيه باذن الله تعالى. ولكن خليني بس اقول لك كابتن ايمن، هنا السيزون ده تقريبا لعبنا 10 ماتشات تقريبا، يعني اعتقد من بدايه السيزون احنا بشكل عام بنلعب بروح النادي الاهلي. يعني ايه بروح النادي الاهلي؟ يعني انت بتنزل الملعب بتحاول تموت نفسك، تعمل كل القدرات والامكانيات اللي انت يعني المخزون اللي عندك، ولكن عندنا مشكله فنيه رهيبه جدا. اولا عندنا مشكله بدنيه رهيبه جدا من بدايه السيزون، واحنا اتكلمنا فيها وقلنا ان الراجل السنه دي البري سيزون عمل 9 ايام فتره اعداد، فبالتالي هتعاني لاخر السنه، لاخر السنه هتعاني، والكلام ده قلناه. ولما جت الاجازه برضو ادى 5 ايام اجازه او 6 ايام اجازه، واللعيبه رجعت تتمرن 3 4 ايام ولعبوا ماتش، فدي مشكله هتعاني منها بدنيا لاخر السيزون عكس السيزون اللي فات. السيزون اللي فات كنت انت بتيجي في الدقيقه 80 كنت انت اللي بتتفوق، لياقتك البدنيه اعلى، انت دايما بتبقى مستحوذ ومسيطر وبتدور على الاهداف وبتكسب بشكل كبير جدا ومستريح. دي رقم واحد. رقم اثنين، مستر كولر، مش هتكلم على بقى الشغل الداخلي جوه الملعب، لكن انا ما بشوفش فرقه النادي الاهلي بتستحوذ استحواذ سلبي اثناء الجيم. يعني ايه يا كابتن ايمن؟ انت النهارده طريقه اللعب اللي بيلعب بيها كولر، تمام، دي طريقه لعب مع احترامي للجميع، ما تديش الفرقه، ما تخليش الفرقه تلعب لمده 90 دقيقه بالشكل ده. ليه؟ تستلم الكره بتلعب بسرعه قدام، تستلم الكره تلعب بسرعه قدام، تستلم الكره تلعب بسرعه قدام، مفيش نقل، ما بتنقلش 1 2 3 4 5 6، ما بتعملش عدد نقلات كبير اثناء الجيم، فبالتالي ما بتديش المهاجمين بتوعك فرصه ان هم ياخدوا نفس، يعملوا ريكفري داخل اثناء المباراه. النهارده حسين الشحات كام انطلاقه الشوط الاول، برسيتاو كام انطلاقه الشوط الاول، كهربا ضغط كبير جدا الشوط الاول، مجهود بدني رهيب، في حين ان انت كنت بتلعب مع فرقه معدل الاعمار 32 سنه او 29 سنه وانت بتتكلم في 24 25 سنه، تمام، فانت اقل بكتير جدا، ومع ذلك انت اللي تعبت، انت اللي وجعت. ليه يا كابتن ايمن؟ لان انت بتجري اللعيب طول الماتش، طول اللعب انت بتلعب الكرات الطوليه وعايز تجري وتطلع وبعدين هجمات مرتده سريعه. الاهلي مش ده السمت بتاعه، سمت النادي الاهلي باص يحضر ويلعب ويبني هجمه واحده اثنين ويهدى ويلعب ويباصي، فاهم قصدي؟ ده سمت الفرق الكبيره بتاع الاهلي. السنه اللي فاتت كان كده، كان بيلعب بالشكل ده، لكن السنه دي ستايل لعب مختلف. هنا في ملعبنا مرتين، تمام، تعادلنا هنا مع الفرقه بتاعت لا كان في افريقيا كمان، تعادلنا مع شباب بلوزداد
واخر تلت ساعه انت مش موجود. ليه يا كابتن؟ انت بتلعب بطريقه لعب مجهده بالنسبه لك. انا اتمنى ان مستر كورال يفكر يعني في الحته دي بشكل ايجابي، يعني ان انا النهارده انا طول الماتش الشوط الاول بضغط بلعب جامد بتنا سريع وبلعب ما عنديش فرصه، يعني انا ما بشوفش مثلا مروان ولا اكرم توفيق ايا كان مين اللي بيلعب في نص ملعب ولا امام عاشور بيهدي اللعب وبيلعب. لا لازم نغير. حتى خد بالك ممكن يكون مدير فني بيقول يا جماعه حضروا ممكن تمام، بس اللعيبه ليها دور كمان في الملعب. انا ازاي لازم ابقى شايف كابتن عادل كم المجهود اللي بيعمله ايه، فبالتالي مش كل كره هستلم يلا طلع بسرعه قدام، لا هيبقى هتجهد بشكل غير عادي، هتضطر خد بالك يا تسجل هدف يا الشوط الثاني تستقبل. هو ده هو دي 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 سمت اللعب. وانا قلت لك ما بين الشوطين مشكلتنا الشوط الاول ان ما سجلناش هدف. ليه؟ لانك خلاص طالما ما سجلتش هدف انت بدنيا الشوط الثاني بعد كم المجهود الرهيب الحقيقه اللي اللعيبه تشكر، يعني اللعيبه ادت مجهود غير طبيعي. صحيح. غير طبيعي الشوط الاول، يعني عملوا مجهود غير عادي، وصلنا المره مره واثنين وثلاثه واربعه وكنا في وقت من الاوقات قريبين جدا لتسجيل هدف. صحيح. والشوط الثاني كمان في اول 10 دقائق وبعد الهدف بيرسي تاو كمان كره قريبين جدا. صح. لكن طالما ما سجلتش يا كابتن نعيم لياقتك البدنيه للاسف الشديد مش هتسعفك انك تكمل ال 90 دقيقه بالشكل ده للاسف الشديد. صح. للاسف الشديد. وبعدين التدخلات بتتاخر فكميه الجري بتقل كتير قوي. عارف ليه يا كابتن؟ ما بتديش النفس الثاني بدري. ما خد بالك انا اسف مع احترامي للعيب الفروقات برضو ما بين اللي جوه واللي بره كبيره، مع احترامي كل اللعيبه اللي نازله مقصود يعني حسين الشحات من البديل اللي كان موجود مصاب اللي على نفس الكواليتي بتاعته او نفس أو اللي بيلعب مصاب مش موجود. بيرسي تاو انت مش محضر. طاهر محمد طاهر يعني الطبيعي بعد 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 خروج مودستي يبقى هو ده راس الحربه الثاني اللي بتشتغل عليه، مش هو ده الرايت باك الرايت وينج، يبقى هو ده راس الحربه اللي بتشتغل عليه. لعيب قوي وعنده سرعه ممكن يخبط شويه في الديفنس، عنده سرعه شويه في بعض الاوقات يعرف يضغط في بعض الاوقات، يعني لازم يبقى عندك كل الكلام اللي بيقوله ده تنوع يا كابتن. ماتش اليابان ده لو ماتش يا كابتن كل الكلام اللي بيقوله بلال ده لماتش اللي جاي بتاع ما احنا بنتكلم في اللي جاي اللي جاي يا كابتن لسه مش عارفين نتيجته. ما لناش دعوه بالنتيجه اللي جاي ده بنتكلم على الثالث والرابع كابتن شريف يا كابتن. ايوه صار طول ماتش كابتن بلال بيتكلم لا الماتش اللي جاي كابتن بلال بيكلمك انت ازاي هتواجه الفتره اللي جايه كمان وعندك ما طبعا انا بكلمك في اللي جاي يا كابتن بيكلمك في حاجات في جوه الفرقه لازم تتعالج. تاني حاجه يا كابتن حاجات لازم تتعالج يا كابتن شريف. الحاجه الاهم يعني انا بشوف فرص متكرره بتضيع بنفس الاسلوب. هل اللعيبه بتتدربش على الفرص؟ يعني هل مفيش تدريبات تخصصيه للعيبه المهاجمين بتوعنا؟ مش معقول كل ماتش يا جماعه بنضيع خمس ست فرص، حاجه يعني حاجه صعبه جدا مش موجوده في كره القدم ان فرقه بتروح بتلعب سيمي فاينل بتروح ثلاث اربع خمس فرص ما تجيبش الا جول، مش طبيعي. يعني امر برضو لازم يبقى فيه تفكير، لازم يبقى فيه مرجعيه. انا النهارده حسين بيروح مرتين ثلاثه بيضيع كرامه مرتين ثلاثه بيضيع بيرسي تاو مرتين، يا جماعه انا هجيب جول امتى؟ في ماتشات يا كابتن ايمن مقفوله مقفوله بربع فرصه مقفوله. في ماتشات ما ينفع، في ماتشات بتلعب، في ماتشات الناس بتبني. صح. على صح. على على كورنر في الفرص. لا على كورنر مظبوط مش على هجمه صغيره على كورنر. أي. على فاول مثلا بيترفع بتعمل فيه تاكتكس بتروح وبتشتغل فيه. انما النهارده انا كتيم يجي لي خمس ست فرص ما اجيبش ولا جول هقول طب هكسب ازاي؟ هكسب ازاي؟ يعني انا هكسب ازاي؟ لا اللعيبه لازم تركز في الحته دي، مستر كولر لازم يركز في الحته دي بشكل كبير جدا. احنا من السنه اللي خد بالك بنجيب جوال كتير اوقات كتير، والسنه دي برضو جبنا جوال كتير، لكن لما بتحتاج الاجوال ما بتلاقيهاش. لما بتحتاج الفرص انك تسجل ما بتلاقيش. يبقى وضع طبيعي ان اللعيبه دي لازم تتمرن تدريبات تخصصيه كتير جدا 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 على المرمى. صح. لان مش معقول النهارده يا جماعه بيرسي تاو ثلاث كور بدماغه اهداف ولا كره جول ولا كره جول ولا كره في الشبكه، مش معقول. الهجمات المرتده بتاعتنا السريعه ما بنعرفش نستغلها بشكل جيد. يعني النهارده في ثلاث هجمات مرتده سريعه للنادي الاهلي، لو بتبص حواليك اللعيب يبص حواليه يعمل كده لعلي معلول، يعمل كده لامام عاشور، يعمل كده لبيرسي تاو، نجيب جوان. الكره بتاعت كهربا ثلاثه ردت علينا ببنالتي. كهربا ردت علينا ببنالتي الكره اللي بدماغه. لا 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 اللي هو لعبها الناحيه الثانيه وبيرسي تاو وبيرسي الملعب لا جول رايح يروح يجيب جول فالنهارده يا كابتن تعبت الناحيه الثانيه ما خدش باله يعني لو لف ولعبها بيرسي تاو في نص ملعب ده تعب طبعا يا كابتن. عارف ليه؟ لان بتعمل مجهود غير عادي الشوط الاول. صحيح. انا بتكلم ليه؟ عندنا ماتش هيبقى ماتش على فكره انا ما شفتش فرقه اليابان بس اكيد سرعه جدا سرعات فعلا بيبقى جري كتير ايوه فعلا اكيد هم دول بتوع الجري اكيد سرعه ممكن ما يكونش عندهم مرات عاليه بس هتلاقيهم سرعه جدا وقويه واجريسيف في اللعب ومش هتلاقي فرقه
يعني في المتناول زي فرقه فلومينينسي. يعني صحيح. الفرقه يا جماعه النهارده انت كل مرتده بتروح 3 على 2 4 على 2 4 على 3، يعني رحت بست سبع مرتدات النهارده ما قدرتش تسجل هدف. هي دي الكره اللي هي دي الكره الملف الناحيه دي، الناحيه دي بس حاول اللعيبه اللي اجهادك للفرقه الثانيه، اجهاد تركيز اجهاد ده اجهاد. التغييرات بتاعت مستر كوره، هو ساعات بيزعل لما بنقول يا جماعه نغير بدري شويه. على فكره احنا مش احنا لا ننتقد، احنا بندي النصيحه يا جماعه. ما هو انا كابتن ايمن النهارده انا يعني انا في لعيب مش لازم تستنى له لحد ما يبقى داون خلاص، يعني ان هو مات في الملعب مش تغيره، مش لازم. خد بالك انت اولا اللعيب عشان ينزل ما لازم ياخد له 10 دقائق او 5 دقائق عشان يتاقلم وينزل ويبقى سخن ويخش في ايقاع في ايقاع الماتش. فبالتالي انت مش محتاج ان اللعيبه تبقى خلاص وقعت خالص بدنيا عشان تبتدي تغير، لا ممكن من بدري شويه، من بدري شويه عشان تلحق الماتش. انت واضح واضح ان هم خلاص بيقتلوا الجيم بلغه الكوره، يعني بيباص وانت بتعتمد على القوه والضغط والسرعه، فاكيد القوه والضغط والسرعه طبعا يبقى متطلب مجهود زياده، فبالتالي اللعيبه هتتعب في وقت بدري شويه، فبالتالي التغييرات كان لازم تبقى من ما بين الشوطين عشان نلحق من بدري يا كابتن. اتمنى التوفيق للاهلي ان شاء الله الماتش اللي جاي باذن الله. يا رب يعني النهارده خساره لا نستحقها. ايوه صحيح. خصوصا ان انت كان ممكن تسجل هدفين ثلاثه الشوط الاول. صحيح. يعني هدفين ثلاثه مستراب، يعني انفرادات حقيقيه، اهداف حقيقيه 100%. خساره الاهلي لا يستحقها النهارده. صحيح. اسهل وقت كان ممكن توصل فيه للفاينل هو مباراه النهارده. صحيح. اللي بيتفرج على الشوط الاول يقول لك لا الاهلي خلاص في الفاينل. أيوه. احنا قاعدين بنتفرج يا جماعه بنقول خلاص احنا هنجيب امتى، هنسجل امتى، هنجيب الجول امتى يا جماعه. صحيح. مسيطرين وبنضغط من اول 10 دقائق وداخلين الماتش مش خايفين ومش قلقانين واللعيبه عندها ثقه، لكن الثقه بتروح مع المجهود البدني اللي بيقل يا كابتن. صحيح. يمكن نجومنا الكبار بيتكلموا من قلبهم، يعني في زعل لان احنا كنا في وقت من الاوقات قريبين جدا من المكسب وكنا نستحق المكسب، ولكن بعض الاخطاء اللي حصلت يمكن بعضها بان بوضوح الشوط الثاني اكتر، استغلال الفريق البرازيلي اللي من وجهه نظري اقدر اقول ان احنا اللي اهدنا له مكسب النهارده. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نستقبل كابتن احمد فوزي الحديث عن حراس مرمى وادائهم اليوم. ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بكابتن احمد فوزي مدرب حراس المرمى للتعليق على اداء حراس مرمى اليوم. كابتن احمد منور. الحمد لله، الله يكرمك النور لحضرتك وللكباتن طبعا في الاستوديو. هارد لك. نتيجه غير مستحقه على اللي احنا شفناه الشوط الاولاني، لكن مستحقه جدا الشوط الثاني للامانه، يعني عشان بس نقول اللي لينا واللي علينا. كان عندنا امل في الشوط الاولاني ان احنا نطلع كسبانين، مش هقول لك متعادلين، لا احنا نطلع كسبانين. الشوط الثاني اعتقد وان سايد جيم من 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 فلومينينسي، ولكننا مع كل ده رحنا بثلاث فرص كنا ممكن نحرز منهم واحده. مش هقول رعونه من المهاجمين، ولكن هقول تعب في كورتين هوريهم لحضرتك. اللعيبه مش قادره تشوط. صحيح. وصلت ومش قادره. مظبوط. خلينا نتكلم في الحته بتاعتنا الحراسه. اعتقد برضو الشناوي تاني مباراه على التوالي نجم الفرقه. مع كل اللي حصل فيه هو نجم الفرقه وهو الوحيد اللي واقف على رجليه من وجهه نظري، هو ياسر ابراهيم. مظبوط. نتكلم في ترتيب الكور، يمكن الشوط الاولاني ما كانش فيه حاجه على المرميين الا كوره الكهرباء بالدماغ لعبها في ايد الحارس، وانا قلت لحضرتك قبل المباراه قلت لك الحارس ده اي حاجه بعيده عن جسمه قويه هتخش. هي. انما اي حاجه في جسمه هي عنده سرعه رد فعل عاليه، يمكن الكره بتاع الكهرباء دي كهرباء حطها له في جسمه، الراجل واقف بينه وبينه 4 يارده بالظبط، حطها له في جسمه، هو ما عملش اي حاجه غير انه طلع دراعه بره جسمه وراح للكره. الكره دي لو في اي زاويه مش في زاويه، لو جنب رجله لا يدي ايده في السكس يارد. نعم يا كابتن. ده ردها لبرسيتاو ووقع على الارض، وبرسيتاو يحطها بس في الجون في اي حته جوه مثلا. بس انا بتكلم على الصده بتاعته عشان بس اوصل لحضرتك حاجه، ان هو حتى مش طلع ايده بالعافيه من قلب جسمه وحطها في سوري كهربا حطها في ايده لما رجعت لتاو. ما هو برضه ردته هو للكوره مش صحيحه. أيوة. يعني هو لما المفروض يطلع كوره زي لازم دي للجنب. على الجنب. مزبوط. او يطلعها من تحت العرض بره. انما هو ردها في قلب الملعب وتاو للاسف حطها بره. بعد كده كوره في الدقيقه، يعني ده الشوط الاولاني كله 35 دقيقه ما فيش حاجه على المرميين غير دي، يمكن في الدقيقه 55 والكوره دي كانت مهمه جدا لو كهربا شاط، انما كهربا لعبها
اضعف مما يكون. عايز ارجع بس، عايز ارجع جون طلع بره، عايز ارجع قبل ما كهربا يشوف جون طلع بره جون خالص، معلش وقفته دي مش صح خالص، هو مواجه الكره في حته تانية. انا عشان اوقف كده رجليا مفتوحه بالطريقه دي ومواجه، انا كده بواجه واحد جاي من عند سن ال 18، انما هو مواجه حد تاني خالص فهو واقف غلط، ولكن الكره من ضعفها هينزل مكانه هيلاقيها في ايديه. يعني هو ما عملش اي حاجه، هو نزل مكانه بس، حتى لما اترمى بقى عند السكس يارد، يعني كره ضعيفه جدا وجت في بطنه اصلا، فيعني برده زي ما قلت لحضرتك في جسمه او مش قويه هيمسكها بسهوله، وده اللي حصل. بعد كده الكورنر ده مميز جدا للشناوي، بص الشناوي بدايته فين، محضر نفسه وقاري الكروس انه رايح فين وهيطلع هيزق بايده اليمين، يمكن الزقه ما كان المفروض ما تبقاش بصوابع ايديه، والطبيعي انها ما تبقاش بايده اليمين، الطبيعي انها تبقى بالقبضه بالبوكس بالشمال العكسيه عشان تروح في اتجاه الناحيه الثانيه، ولكن كل انه لحقها قبل الراجل، فده في حد ذاته حاجه ايجابيه، لان المسافه هو طلع بالراحه عليها في الحالات شويه، معلش هو طلع لحد اكتر من 11 يارده، مسافه كويسه جدا في انه يطلع يشيل هدف محقق. الراجل لو ركب في الحته دي اعتقد كانت ممكن تبقى هدف، فطبعا الشناوي هايل في الكره دي. الكره اللي بعدها كره الشحات، استنى انا بقى ثانيه واحده، قلت لحضرتك قبل المباراه ان اي حاجه في البعيده قويه جوه الشحات هيلعب اكنه بيباص الكره، يمكن حتى الكره مش صعبه، ولكن الراجل برضو التوجيه بتاعه كان كويس ليه، ولكنه ما طلعهاش بره من ضعف الكره. الكره دي لو قويه واي جون بيصدها على الاقل هتطلع كورنر، هو هتطلع بره خالص. لا ده دي كهربا راح خدها من قبل ما تطلع من الخط ولف بيها وعايز يعمل كره عرضيه، فده دليل ان الكره كانت ضعيفه، ولكن للاسف برضو زي ما قلت لحضرتك هو قافل الضيقه قوي، ماشي هو قافل الضيقه قوي والكره راحت في البعيده ولكنها ضعيفه جدا، يا دوبك لمست ايديه وغيرت ناحيه اتجاه الناحيه الثانيه، ولكن تحسب له لان برضو احنا اللي بنلعب في جسمه او ما بنلعبش كره قويه، وده اللي انا بقوله لحضرتك التعب اللي كان ظاهر علينا في الكره بتاعه الكهرباء والكره بتاعه حسين الشحات، الاثنين وصلوا لحد ال 18 ويجي يشوط ضعيف جدا. بنالتي طبعا الشناوي هايل، الكره دي الراجل وقف واستنى وصبر والشناوي واقف وما اتحركش وقاعد وواقف، الكره من قوتها طبعا عدت والراجل حاططها في المرايه اللي جوه زي ما بنقول صعبة. المرايه بتاعه المرمى من جوه، فاعتقد صعبه جدا جدا على الشناوي، عشان بس ما نظلموش فيها، بيلين لازم هيخش بالقوه دي. هنا بقى برضو نفس القصه بتاعه كهربا الشوط الاولاني، تاه وحطها في قلب الراجل، اولا الراجل رجليه الاثنين في الهواء، معلش ما يعني في اي حته في الجنب جول، الراجل رجليه الاثنين في الهواء صح، يعني عشان ياخد اي تراي في اي حته يجيبها من الشبكه لازم ينزل الاول على الارض وبعدين يبتدي يعمل تراي، ده هو لعبها له في بطنه، ولما جه يمسك راح توقع من ايده ولحقها تاني، فطبعا برضو مشكله لتاو انه عدم توجيه الكوره في اي حته في المرمى كانت هتبقى جون، بس احنا برضو صيطنا الجون ولعبنا في قلبه، بص في قلبه في قلبه بيمسك الكره بتقع منه في الحته دي، فيعني هو مفيش توفيق، ما اقدرش اقول اكتر من كده. الكره اللي بعديها اعتقد الكره كانت انفراد للشناوي، هنا بقى ثواني معايا كده، الراجل ده جاله باص من المهاجم وبيستلم، اول ما استلم الشناوي كان هنا، بص بقى قبل ما يلعب الشناوي هيبقى خلي بالك بتتكلم على 12 يارده ايوه بالظبط تقريبا 12 يارده بالظبط بص بقى وهو بعد ما استلم الشناوي راح فين؟ صح خلاص؟ بعد بقى ما كمان الشناوي خد اربع خطوات سبرنت بخطوه الشناوي المفتوحه عشان يقفل على الراجل، عمل ايه؟ عمل حاجه جميله قوي من هنا بقى قفل، عمل نجمه ايد فوق وايد تحت ورفع جسمه كله، الراجل ما شافش الجون خالص لما لعبها جت في صدره، تألق من الشناوي، تحرك مميز، تمركز عالي مع قفل الزاويه بطريقه مميزه، اعتقد من احسن الكور اللي الشناوي شالها في المباراه. بعد كده في الدقيقه 5 وقت بدل ضايع دي جون سوري قبل الجون الاول في الدقيقه 89 الجون هنا صعب جدا جدا بس انا كنت اتمنى ان الشناوي يبقى تحت سنه ليه بقى في اتنين مدافعين قدامه في مساحه لسه ان حد يقابله انا مش هقدر مش هاخد مش هيبقى انفراد فهاخد خطوتين واطلع اقفل لا لو الشناوي تحت سنه كان ممكن يبقى المساحه اكبر ففي رميتي اقدر اطلع
نقطه سلبيه ثانيه هنشوفها في الصوره الجايه. الصوره الجايه بص بص يا كابتن هنا على رجلين الشناوي الاثنين، الكره لسه بتطلع من رجل الراجل، الشناوي بيعمل ايه؟ رجليه الاثنين في الهواء، في الهواء، وللاسف دي حاجه وحشه جدا. يعني ايه؟ انا رجليا الاثنين في الهواء ارجع لي معلش، انا لما رجليا الاثنين يبقوا لا ارجع لي انا، ارجع لي انا كاحمد، كاحمد احمد انا 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 رجليا لما تبقى الاثنين في الهواء عشان ابقى في الهواء، عشان انزل اترمي في زاويه معينه لازم اعمل حاجه، لازم انزل ارتكز على الاثنين وبعدين ازق القريبه من الكوره عشان اعرف اترمي. فانما لو رجليا ثابته في الارض مره واحده هترمي من مكاني وازق على طول واقدر اطلع. فهي النقطتين سلبيتين، الاولانيه ان المساحه ما كانتش كبيره بيني وبين الشناوي لان الراجل اللي قدامه كان ممكن يلعب معاه المدافع فما فيش انفراد، فالشناوي كان طالع قدام السكس يارد شويه مخلي المساحه بين الكوره وبين الشناوي مساحه ضيقه ما يلحقش ياخد فيها رد، ما يلحقش ياخد فيها قرار بالتراي. الثانيه انه عمل جامب صغير فخلى رجليه الاثنين في الهواء ودي اخرته شويه في الكوره، ولكن ستيل انا شايف ان احسن واحد في المباراه صحيح وجهه نظري هو محمد الشناوي. الكوره اللي بعديها شوط طوال اصعب على يمينه وحط فيها ايده اللي تحت على الارض، اعتقد هي دي الكرة. كان برضو باص من رقم 8 راح الراجل وشاط قوية جدا وعكس اتجاه الشناوي لان الشناوي كان بيتحرك ناحية الشمال، الكرة جت على يمينه نزل بوسطه وكسر نفسه وقدر يطلعها بامتياز. 10 على 10 كرة صعبة جدا جدا، اي حد وقف جون هيعرف صعوبة الكرة دي. انا لما اكون بتحرك ناحية الشمال عشان اقفل والكرة تيجي على يميني لازم اكسر جسمي كله والف واعمل تراي، فاعتقد الشناوي كان هايل في الكرة دي. في الاجمالي انا عايز اشكر الشناوي على التالق في المباراتين السابقتين النهارده والماتش اللي فات، اشكره واتمنى له التوفيق في ماتش اوراوا ويا رب على الاقل نرجع اتمنى في البرونزيه ان شاء الله ربنا ان شاء الله. شكرا كابتن احمد شرفتنا. ازيك يا كابتن؟ ربنا يخليك. طيب كابتن شريف خليني اتكلم معاك في بعض النقاط يمكن انت اتكلمت معانا فيها واحنا بنتفرج على المباراه. هو مش انتقاد او انتقاص من بعض اللعيبه في الملعب، ولكن في بعض اللعيبه في الملعب من الشوط الاول واضح جدا سوء التصرف في الكوره، واضح جدا ان هم حالات الاجهاد باين عليهم من بدري. الشوط الثاني طبعا فرق المجهود مع فتره الاستشفاء يعني الصغيره قوي ما بين الماتشين واضح اكتر الاجهاد ده كويس، بس في حاجة احنا كمان لاحظناها ان حتى بعض اللعيبة اللي هي ما عملتش مجهود عالي ابتدت معدلاتها البدنية كمان تقل جامد الشوط الثاني. هل السبب قلة عدد الايام او الراحة ما بين الماتشين ولا ايه الاسباب؟ ما هو في اسباب لازم تتعالج قبل الماتش الجاي، احنا الحمد لله عندنا يوم زيادة عن الفرقة اللي هتلاعبنا يوم الجمعة بين على المركز الثالث والرابع. بص هقول لك على حاجه، من الطبيعي جدا ان احنا بعد ماتش الاتحاد ده عارفين كلنا ان الاستشفاء في 48 ساعه هيبقى صعب قوي، فانت كان لازم يكون ليك يد مساعده في التدوير في الفرقه، انت حاربت وراهنت على نفس اللاعبين اللي هم في الشكل الامامي دول اللي يقدروا يخلوك النهارده نجم، يخلوك النهارده بتكسب فرقه زي فلمينينجي. هم الناس لعبوا معاك بباس باس باس زهقوك، هم ما عندهمش غير كده، هم لا ضيعوا كوره غير الكورنر اللي اتلعب بره واتشاطت في العارضه دي يمكن انا احسبها لهم، انما الكره العرضيه الثانيه والراجل خدها طلع بره يعني حكت كده في يعني ما راحوش انفرادات في اول شوط ولا عملوا حاجه، يعني انت التيمبو والايقاع بتاعك 10 على 10 انت الاقرب صح، انت ماسك الكوره وعندك ثقه مكتسبها من المباراه اللي قبلها، لم تجد يد العون من خارج الخطوط ها عشان يقدر يوفر لك تكمله الصوره والثقه اللي انت فيها، اللي هي انا عندي لعيبه معينه بتحتاج انطلاقات معينه زي حسين الشحات. طب استاذنك معلش نكمل بعد ما نستقبل خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. مساء الخير يا كابتن منور. تحياتي لك يا كابتن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للكابتن الشريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، وكابتن عادل عبد الرحمن، وكابتن احمد بلال. اتظلمنا في بينالتي النهارده كابتن. نعم اتظلمنا في بينالتي النهارده. هو بص يا كابتن ايمن احنا يعني بنتكلم كتحكيم
والتحليل الفني طبعا ليكم كله وليكم كل التقدير في التحليل الفني، ولكن بكلم تحكيم لا. النهارده الحكم كابتن عمل كل حاجه خطا. عمل كل حاجه ايه؟ كل حاجه خطأ، يعني كل قرارات تحكيميه خاطئه النهارده في المباراه. هنجيب الحالات ونشوف، والكلام ده مش كلامي، ده كل كلام كل المحللين اللي شافوا المباراه النهارده كابتن ايمن. الحكم والفار على فكره مش حكم بس. صح. انا النهارده اديني حقي ومالكش دعوه بالاداء. صح. يعني بنتكلم النهارده كابتن في الدقيقه 6. اولا انا حزين النهارده على الحكم سيمون، النهارده هو افضل حكم في العالم، النهارده مش مركز، اخطاء تحكيميه عمل كل حاجه، كل الاخطاء التحكيميه عملها النهارده هو وحكم الفار على فكره. أي. ولما تيجي الدقيقه 68 او الدقيقه 6 الاول، ركله جزاء للكهرباء مفيش فيها هزار. يعني هو النهارده لو ما حسبش معاك الفار، وللاسف الفار شخصيه الفار النهارده الحكم اقوى من الفار. في ركلتين الجزاء مظبوط الحكم اقوى من الفار النهارده كابتن عين. ولما نشوف لعبه كهرباء لا لا دي مفيش فيها هزار. بينالتي بينالتي بلانتي بلانتي. صح. القفز والدفع وكل حاجه من الراجل جاي من ورا ده، بس وش الراجل كمان هو داخل على عنده فرصه لعب الكره كابتن بلال، ما عندوش فرصه، هو جاي من مسافه كمان على فكره، لو معاه الماتيريال هو جاي من مسافه، اولا ما عندوش فرصه لعب الكره، كهربا هو اللي قرب للكره، طلع دفع بايديه ودفع بالظهر والمخالفه واضحه جدا جدا. صحيح. طب انت ما حسبتش، والفار فين؟ صح. الحكم النهارده والفار يا كابتن مش موجودين بامانه. دي دقيقه 6 بنقول دي ركله جزاء لو تم احتسابها وجي منها هدف النتيجه كانت اتغيرت طبعا. عشان كده بقول لك النهارده قرارات الحكم اثرت في نتيجه المباراه. طيب نمشي من دي، معاييره بقى يا كابتن ايمن طول لحد الدقيقه 68 قرارات عكسيه، قرارات فيها انذارات ما بيطلعش انذارات، معاييره احتساب المخالفه مختلف تماما. انا هجيب لك فاول حسبه هتضحك عليه قوي بالمقارنه بدي. فاول ضعيف جدا 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 ومعانا الحاله هنجيبها يا كابتن ايمن. تعال روح الحلقة بعد كده كابتن أيمن نشوف معيار الحكم في احتساب المخالفات يا كابتن شريف. نشوف الحالة اللي جاية، حالة غريبة جدا جدا. الراجل دوت دي كانت تقريبا في بداية المباراة يا بلال، لما هو الراجل ده عمل بظهره كده وراح حسبها أنت متخيل يا كابتن شريف؟ طب ازاي؟ حسب دي أنت ده دي حسب دي ما حسبش يعني أنت حسبت دي حسبها عليه لا على اللاعب لا على لاعب ال لا على فلومينسي على فلومينسي ايوه يا كابتن ما حسبش الدفعه لا انا بتكلم على دي دي انا عارف انا عارف وما حسبش الدفعه اللي هي في دار الكهرباء ايوه انا بقول لك معياره ما حسبش دي احنا بنتكلم على كده لا 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 حسب دي يا كابتن حسب دي لا لا دي دي لا صوره الكهرباء صوره الكهرباء اللي جت من شويه انا بتكلم على دي ايوه حسبها أيوه. بمعيارك انت مش بمعيار انا ايوه لما انت تحسب دي وازاي ما تحسبش ثاني والثانيه اللي هي الدفع موجود والمخالفه موجوده ما تحسبهاش يبقى انا عندك اختلال في المعايير صح النهارده هو ما كانش مركز عنده حالات كتيره جدا جدا هي دي يا كابتن يعني ديت ولا الثانيه يعني اللي يحسب دي يحسب الثانيه صح لا هو ما حسبش دي وحسب الثانيه انا بتكلم بس في الحكم النهارده الفار للاسف مش موجود والحكم النهارده ما كانش موجود قرارات تحكيميه اثرت في نتيجه المباراه كابتن تعال نروح لك الجزاء حسين تاو الراجل ضحك عليك بجد بشكل غريب جدا 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 وايضا الفار لم يتدخل تعال قول لي تاو عمل ايه يا كابتن في اللعبه دي تاو حط رجليه بس والتاني استغل التلامس البسيط يا كابتن ايمن هنا انا حاطط رجليا التاني حجز بس التاني حط رجليه جوه وعمل السكوت يعني مثل الحاله ماشي بالسكوت في تلامس في تلامس ماشي هي الفار. بس الفار فين كابتن انا قلت لك الفار شخصيه ضعيفه بكلمه بجد سيمون حكم ادار كاس عالم ادار نهائي اوروبا اعتقد هو يعني الفار اقل منه خبره فلما بيحسب ديت الفار لا يجرؤ ان هو يجيبه أيوة. خلاص هو بيأمن على القرار ولكن انا بتكلم النهارده ركله جزاء كهرباء لم تحتسب قرار مؤثر في نتيجه المباراه ركله جزاء النهارده على بيرسي تاو اللي هو ما عملش حاجه كابتن شريف لان انا حطيت رجليا والراجل استغل التلامس البسيط وعمل السكوت وبالتالي حسب ركله جزاء والفار ما رجعوش فيها بشكل عام ولا الفار موجود النهارده ولا الحكم بصرف يعني النتيجه كابتن ايمن انا ما بتكلمش على الاداء النادي الاهلي ولكن انا بقول لو النهارده انت اديتني حق في دقيقه 6 بركله جزاء ممكن تيجي الامور كانت اتغيرت تماما انا شايف النهارده قرارات مؤثره في نتيجه المباراه هو سبب رئيسي هو والفار في خروج صحيح. الاهلي من دور الاربعه نتمنى بقى الماتش اللي جاي اعتقد هو مش هيحكم تاني يعني ولا هيحكم النهائي ولا هيحكم ثالث ورابع ثالث ورابع يعني اتمنى الماتش اللي جاي ان شاء الله يكون في حكم على مستوى المباراه
يا رب. ونتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يعوض في المباراه اللي جايه وان شاء الله يحصد البرونزيه. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا. شكرا كابتن. طيب كابتن شريف، كنا بنتكلم على مجهود بعض اللاعبين، واضح جدا من بدايه، مش من بدايه الشوط الاول، بعد 20 25 دقيقه كمان الشوط الاول، في المجهود البدني قل لبعض اللعيبه في الملعب. وعايز اسالك على حاجه ثانيه كمان، خلي بالك حته الاستشفاء ممكن تختلف من لعيب للاخر. كويس، الماتش كان بين الماتش والثاني 48 ساعه. انا احيانا كلاعب مثلا، هناخد مثالين ماشي، كلاعب في سن علي معلول كويس، ممكن يحتاج استشفاء اكتر شويه مثلا من مين؟ من واحد زي امام عاشور. بس الغريبه ان الاجهاد واضح على امام عاشور من بعد يمكن 25 30 دقيقه من الشوط الاول. هو الغريب ان بيرسي تاو بيعمل مجهود كبير جدا في اللاين فيرود الامامي وبيرجع يدافع في نفس الوقت وعنده، وده كان اقرب واحد لينا، احنا دايما بنخاف ان احنا يكون عنده شده وعنده حاجه لكبر سنه وكل حاجه. اللاين فيرود بتاعك مش مطلوب منه الاستشفاء والحاجات دي كلها، غير انه التعب ما يحلش عليه وهو بيفنش. زي ما بلال قال لك، انا الكوره بتجيلي افنش الكوره، يعني ابقى مش تعبان، ابقى حابب ان انا اجيبها جول. هو ما بيجيتش لاعب بالراس قوي، مش هتكلمش عن بيرسي تاو، انا بتكلم على عموما. في العموم كلها حاجات، يعني انا كابتن انا مركز بس. لا لا لا، اصل انا مش داخل معاك يا كابتن اسامه، انت فري كده كده، يعني انا لوحدي خالص انا وجونك. انا مش بقول ان ما هي لازم تيجي جون، بس انا بقول عامه بيرسي تاو مش من صح، ما هو مش هدف، لكن هي كره جون يعني يجيبها. انا ما بتكلمش عن بيرسي تاو، انا بيرسي تاو بتاعت الشوط الثاني اللي عملها دي، هو كده، وساعات اللاعب بيبقى مغمض مش عارف انها هتعدي، فعايز يلحقها بسرعه فيلعبها زي ما لعبها كده. مش احنا ما بنتكلمش على التعب في انهاء الهجمه بس، كلها احنا بنتكلم على الاستشفاء اللي ايمن بيتكلم فيه. الاستشفاء عندك انت يا اسامه لما تبقى لعيب نص ملعب، ما انت ممكن تبقى واقف مواسطه لنفسك وبتاخد الكره وبتباصي صح وبتاع، مش هيجرى لك. انما في لعيبه بتبقى مكمله اللي اتكلمنا عنهم، رايحين استريتشات اول شوط، تعمل مجهود زياده، مجهود زياده رايح جاي رايح جاي، لازم انت فرقتك تبقى كلها طالعه كويس وعندك الكواليتي اللي جنبك يقدر يعوضك في اي وقت، اللي هو مروان وديانج. انما حرام تظلم واحد زي اكرم، بقاله كتير قوي بره الحكايه. انت بتتكلم على اساس ان في وجود ديانج، لعيب زي ديانج، انت بتتكلم على الاستشفاء. بتكلم على الاستشفاء، علاج الاستشفاء وانت بتلعب، انك انت يكون عندك كواليتي جوه الملعب يعالج لك المجهود مزبوط الكبير اللي عملته في الماتش اللي فات، وخاصه ان انت عندك معنويات هايله، خاصه ان انت كل الناس حاسه انك انت بتلعب بطل جنوب امريكا الجنوبيه وبتاع، ما عندكش الضغوط اللي هي، ولكن انت بتوصل وطمعت نفسك وطمعت فرقتك. هيلبنج بقى، عايز السبورت يبقى عالجك. الاستشفاء بالنسبه لي انا اللي انت بتقول عليه ده خطوط بره. الاستشفاء بالنسبه لي انا تعويض تعب كبير قوي في الشوط الاولاني. الاستشفاء اللي موجود ده كان لازم يبقى فيه لعيبه من بدري خالص، يكون ليك كيان تاني خالص، وما اقدرش اشرح لك اكتر من كده، ولكن هي رؤيه الراجل فاكر نفسه هيروح لغايه الاكسترا تايم وبعدين ابتدي انزل بالقوه بتاعتي واخلص عليهم. تفكير ده يعني كل واحد بيتوهم في الحكايه، واحنا كلنا قاعدين هنا قلنا مش هيغير الا لما يخش فيه جول. فخلاص بقت السياسه المتبعه في انك انت تعمل هيلبنج لفرقتك او دوافع تكسب بيها او تحافظ بيها على ادائك وتحافظ بيها، انك تخطف واحده كاونتر اتاك. ما انت جات لك بتاعت بيرستاو اللي احنا كان الثرو باس اللي اتلعب من حسين شحاته، كان ممكن نجيب جول ونتعادل، وكان ممكن نضغط بعد كده والفرقه دي تقع منك وتروح جايب وانت تكسب الماتش. ولكن عدم التوفيق اولا واخيرا على المجهود الكبير اللي انت عملته الماتش اللي فات من يومين. وانت لازم نعالج جميع الاخطاء البدنيه والتكتيكيه والتشكيليه اللي حصلت النهارده في المباراه الجايه. ليه؟ لان انت نص، انا بشكر لعيبه جدا، انت خد بالك يا ابني، ده رفعوا راسنا بشكل غير عادي. طبعا انت لاعب كده، بس عندك ثلاث ايام بقى، وهم هيلعبوا ماتش كبير، هم هيلعبوا ماتش كبير قوي
قدام مانشستر سيتي. بس هم عندهم ماتش بكره لسه مع مانشستر سيتي، ولكن انت لاعب ماتشين ورا بعض. ايوه يعني يومين وبتلعب وتريح يومين وتلعب ماتش كمان وروى كده برضه. وروى نفس الحكايه. واحنا كاهلي برضه بيبقى عندنا ايه ريفنج النهارده، وهيلعب بكره عندنا ريفنج احنا كلاعيبه، وكده اللعيبه هتبقى بتدي الفول باور الا اذا انت كان ليك التفوق دايما وتقول المباراه انت الا اذا لو صحيح. كان ليك التفوق في الماتش اللي جاي اللي هو سبق التهديف. انت دايما تلعب على سبق التهديف هناك، لان انت مش خسران اي حاجه. انت بطل وعامل نتائج كويسه وواصل لاماونت كبير، يعني مش قليل. عايزين نتكلم فيها بتوسع اكتر، ولكن هنستقبل المحلل الرقمي زميلنا العزيز ايمن جلبرتو الحديث عن ارقام اليوم. مساء الخير يا ايمن. مساء النور يا كابتن ايمن وكل الكباتن، هارد لك للنادي الاهلي. كانت فرصه ان احنا في ختام هذا الشكل لكاس العالم للانديه ان احنا نصعد للنهائي، حتى ده بالاداء وبالارقام وكل حاجه. احنا يمكن دي من افضل المباريات اللي لعبناها قدام بطل كوبا ليبرتادوريس او فريق برازيلي، لكن في النهايه للاسف بنغلط نفس الاخطاء على مختلف الاجيال وبنخسر تقريبا بنفس النتائج، سواء 2-0 1-0 2-1. يعني لو هنستعرض سريعا احصائيات المباراه ونشوف الشكل العام، يعني زي ما احنا اتكلمنا قبل المباراه والكباتن اتكلموا على الفكر واسلوب مدرب فلومينينسي دينيس، وان هو ازاي اللامركزيه واللعيبه كلها بتبقى موجوده في مكان واحد عشان ما يجروش كتير، فكره اعمارهم ويلعبوا على التمريرات. لكن نبص نسبه استحواذهم على الكوره في اجمالي المباراه، نتكلم في 64%، النادي الاهلي 36%، تمام. ولكن ده لما بيترجم هنا بنشوف بقى، يعني معنا مثلا كابتن احمد بلال راجل قناص النهارده، انت بص لما تبقى بنسبه الاستحواذ دي ويجي لك نسبه الاهداف المتوقعه هدفين فاصل 26، انت هنا بتتكلم ان انت كنت ايجابي. يعني انت رحت سبت لهم الكوره، ولكن انت ما كنت سايب الكوره وبتدافع، بس هم في نفس الوقت بكل الاستحواذ ده وكل ده الفرص اللي عملوها تقريبا نسبه الاهداف المتوقعه واحده، لكن هم استغلوها صح. احنا ما استغلناهاش، عشان كده ظهر ان انت خسران في النهايه 2-0. نتكلم الركلات الركنيه قريبه 6-7، الركلات الحره 15-11 برضو نتكلم في نسب قريبه، المحاولات على المرمى. بس النادي الاهلي عمل كام محاوله على المرمى على مدار المباراه؟ بنتكلم 18 محاوله منهم 6 اون تارجت. ده الرقم ده مفاجاه بالنسبه لي. احنا رحنا يا كابتن، يعني احنا طبعاً سايبين الاستحواذ، لكن احنا رحنا بكور كتير، رحنا بمحاولات حاولنا، لكن صحيح. في النهايه هم برضو على فكره هم النسبه الصحيحه 6 من 13. النهارده دي بيتكلم اللي داخل بقى منطقه الجزاء، المحاولات اللي داخل منطقه الجزاء هم كان 11 واحنا 8، من خارج منطقه الجزاء 5-7. بنتكلم في حاجات قريبه. بص بقى صناعه الفرص، انت كنت بتصنع فرص اكبر منهم، ولكن انت ترجمتك للفرص دي او ترجمتك سيئة للهجمات بتاعه النادي الاهلي مش كويس. هي دي المشكله بتاعتنا من بدايه الموسم. ممكن برضو نكمل بقيه الارقام، لان الارقام كبيره جدا. دي بنتكلم على الثلث الاخير من الملعب، الهجمات بتاعتهم او بتاعتنا كانت شكلها عامل ازاي، ومن الجبهه اليسرى عموما اللي اتكلمنا فيها برضو قبل المباراه يا كابتن، الجبهه اليسرى عاملين 25 هجمه، منهم بنتكلم في الهجمات اللي هي الخطيره او في الثلث اللي جوه بتاعنا 8، احنا هنا 4-8 الاجمالي الهجمات اللي عملناها من الجانب الايسر. العمق احنا برضو كنا مصممين ان احنا بنحاول نلعب من العمق بشكل كبير، 12 هجمه. هم فريق ما بيحبش يلعب على العمق، بيلعب اكتر على الاطراف زي ما احنا شايفين كده، وده اللي اتكلمنا فيه قبل المباراه. نتكلم استلام الكره بين الوسط والدفاع، بص الرقم عندهم عامل ازاي، لان انت كنت سايب لهم الاستحواذ وكنت سايب لهم الكره طول الوقت، وحتى الكره الثانيه لما كنت بتقطعها كنت بتعمل بيها هجمه مرتده، ولكن ما بتستفدش من الهجمات دي. نكمل برضو الاحصائيات بتاعتنا دي، بنتكلم على اختراق، دي حاجه الفيفا كده بتبقى حطاها، اختراق الخطوط بنجاح اللي هي اجمالي اختراق الخطوط على اختراق الخطوط الدفاعيه او في الاخر. نتكلم بص ده الرقم بتاع النادي الاهلي، اعتقد بس هو هنا معكوس ما بين النادي الاهلي وفلومينيسي، التسلل النسبه بتاعته 2-2 على النادي الاهلي 1 على فلومينيسي. بص دقه التمريرات يا كابتن، عدد التمريرات على النادي الاهلي النهارده تقريبا لانه فقد الاستحواذ
نسبه التمريرات بتاعته نتكلم بدقتها 78%، وده كان واضح ان في الاخر كمان المباراه انت عندك اجهاد، كنت بتفقد الكره بشكل كبير. هنا هم عاملين 692 تمريره، 622 تمريره بشكل صحيح، العرضيات الناجحه هي مكتوبه غلط. هي العكس، هي معكوسه معلش. بس ده بشكل عام ابرز احصائيات المباراه. لو هنتكلم بشكل فردي في النادي الاهلي، عندنا قلبين الدفاع ما نقدرش نقول ان هم ما عملوش مباراه جيده، لو ما عملوا مباراه طيبه بنسبه نتكلم في فرق يومين ما بين مباراه اتحاد جده ومباراه فلومينيسي، مع كمان الهجوم القوي للفريق البرازيلي. هنا محمد عبد المنعم نتكلم الفوز بالكره ال 13، وياسر ابراهيم 7، الاعتراض الناجح اللي هو خدوا الكره بالاستحواذ مع عبد المنعم 4 ياسر ابراهيم 1، الكره الثانيه الريكفر 6-4 ياسر، البلوك ياسر عمل بلوك لتسديده كانت قويه، والالتحام الهوائي الناجح خد الكره كان ياسر ابراهيم. قبل ما نختم الارقام بحاله بس هتوضح او هتبرز الارقام دي، هنتكلم على دور مروان عطيه وعلي معلول، ان هما الاثنين من اكتر اللعيبه اللي خدوا ريت عالي في المباراه، وكان هما الاثنين للامانه في الحته بتاعت ان هما ياخدوا الكره ويحاولوا يعملوا هجمات كانوا ابرز اثنين. لو هنستعرض بس ارقام مروان عطيه وعلي معلول، بص يا كابتن، مروان عطيه في نص الملعب واخد الكره كام مره، فاز بالكره كام مره، 20 مره، منها البول ريكفر او الكره الثانيه 13 مره. مروان عطيه خد كذا كره وعمل بيها بنى هجمه اللي هي هجمات المرتده، دي واضح ان احنا يعني فنيا كمدير كشغل فني احنا كنا مستعدين للمباراه، ولكن المشكله كلها ان انت ما ترجمتش شغلك الفني ده باهداف في الملعب، هي دي فكره. هنا بس لو هنستعرض حاله واحده اللي هي اللي تاكد كلامنا قبل المباراه في الفكر بتاعهم اللي احنا قدرنا نتعامل معاه، اللي هي كورتيلي ظهر فيهم مارسيلو، تحسه كانه مهاجم بالظبط، مارسيلو اللي هو الباك رايت، هو كانه مهاجم، كوره كان فيها في يعني على حدود منطقه الجزاء، والكوره الثانيه كانت محاوله هو شاطها على المرمى اللي هم هنا. دي بص الكوره دي في الشوط الاول، بص مارسيلو فين؟ صح. عند جنب ياسر ابراهيم، ده الباك مكان ياسر حرب بالظبط، وهنا اللعيبه كلها متجمعه وسايبين المساحات دي فاضيه. الكره الثانيه تلاقي ان مارسيلو اصلا جايه من الناحيه اليمين، بص بيشوطوا الكره، فهنا هي دي الراجل بيطبق فلسفته وفرضها، لكن انت كنادي اهلي تعاملت معاها بشكل كويس في فترات كتير، كنت بتقطع الكره وبتروح، زي ما شفنا هنا الفرص في كره حسين الشحات، كان في كوره كان يقدر ان هو يلعبها لعلي معلول، في الكره الثانيه اللي هي بتاع بيرسي تاو كان تقريبا رايح انفراد من نص الملعب، الكره بتاعت حسين الشحات وكهربا اللي لعبها بدماغه وبعدت، بعد كده بيرسي تاو تابعها. الشوط الثاني كان في كوره لحسين الشحات لعبها الكهربا، لو كان الناحيه الثانيه بص على بيرسي تاو فاضي تماما. فاحنا فنيا يعني عشان اختم الكلام، والكباتن يعني طبعا هيشرحوا كل الكلام ده، انت فنيا قدرت تتعامل مع المباراه، يعني حطيت السيناريو اللي انت تقابل بيه هذا الفريق، ولكن المشكله الابرز هذا الموسم واللي بنعاني منها ان احنا ما بنخلص الهجمات وما بنستغلش الفرص، وبالتالي بنصعب الامور علينا بشكل كبير. صحيح. عموما نتمنى التوفيق ان شاء الله في المباراه اللي جايه على المركزين الثالث والرابع، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا يعني باذن الله ربنا يوفقنا ونقدر نجيب الميداليه البرونزيه ان شاء الله باذن الله. كابتن شكرا جزيلا، شكرا، شكرا ليكم على شكرا جزيلا شرفتنا، وشكرا لجمهور النادي. الله يخليك. كان عندك تعليق يا كابتن اسامه بمناسبه الكلام اللي كان بيقوله الكابتن شريف في حته استعاده الاستشفاء، يعني ان هو بيفرق ما بين لعيب للتاني، ولكن طبعا احيانا ما بنلاحظهاش في الملعب بصراحه، يعني ممكن تلاقي واحد سنه كبير بيدي والماتش كان من يومين ثلاثه، وصاحب السن الاصغر اللي المفروض ان هو مش شرط امام، انا بتكلم عموما يعني السن الاصغر اللي هو المفروض يشيل، بنلاقي لا معدلاته بتنزل من بعد مثلا نص ساعه من الشوط الاول. دي هتبقى ليها سببين. اتفضل. نمره واحد، يا اما انا يقتل بدنيا من الاول مش في اقصى حاجه ليها، فبرضه حتى لو انا صغير الاستشفاء بتاعي بيبقى اصعب لما اكون انا يعني فيري فيت، يعني متمرن جامد جدا في افضل حالاتي البدنيه، فالاستشفاء بتاعي اسرع لما تكون لياقتي البدنيه اصلا مش عاليه جدا، الاستشفاء بتاعي اقل. طيب ايه الفرق بقى بين انت بتقول واحد كبير واحد صغير، ان ممكن الكبير يبقى شكله افضل في لقاء لاستعمال التفكير ومش الجري في كل كوره. بمعنى ايه؟ زي بالظبط فرقه فلومينيزي الشوط الثاني، معدل اعمار كبير ولكن
انت لما ايمن جبرتو اتكلم على نسبه الاستحواذ وكلنا ملاحظينها الشوط الثاني بالذات، أربعة عامه في مجمل الماتش 64% ليك ليهم و34% للاهلي. صحيح مش هي دي بس اللي تدي مؤشر انك تكسب او لا، ولكن هي الفكره في الاستحواذ في ايه؟ لما بيكون في تعب الكره وهي بتتحرك ما بتتعبش. ايوه، لكن انت زي ما بلال كان بيقول انت ما بتعملش تهدئه في وسط الملعب انك تسيطر على الكوره بنقلات زي ما هم كانوا بيعملوا. انت كلها واخدها سبرنتات 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 الشوط الاولاني بالذات، فجيت الشوط الثاني هم استمروا على نفس يلعبونا بالظبط كده. ما هو استمر على نفس التفكير اللي هو تناول الكره وانت تيجي تضغط يروح حاططها لك من وراك في نص الملعب، تروح لده متاخر يروح لاقلها وانت قاعد تجري تجري تجري. فهو استحواذه مخليه رغم هو عمره الكبير مش مبين التعب. ايوه مش مبين التعب زي اللعيب اللي اصغر وقاعد يعمل سبرنتات على الفاضي رايح جاي رايح جاي. فانت في وقت لازم تهدي، لازم تعمل سيطره واستحواذ على الكوره، ما تفضلش طول الوقت حاجه من اتنين. ما هو انت لازم تعمل كده يا اما تعمل تغيير بدري. ليه بقى؟ لان انا مثلا كاسامه قعدت اعمل سبرنتات وضغط وسبرنتات وضغط وسبرنتات وانا لسه مثلا لاعب من يومين، هاجي مثلا بعد 10 دقايق الشوط الثاني مش هقدر. يبقى لازم زي ما الكباتن كان بيقول عادل وشريف وبلال، مثلا واحد زي ديانج عنده كميه جري عاليه جدا وقوي جدا، احنا مش فاهمين هو ما لعبش ليه. هل ممكن يكون مصاب مثلا؟ ما يعني حتى احنا مش بنقول كده على فكره عشان الناس برضو تبقى فاهمه، احنا مش معنى ان احنا بنقول لو ديانج لعب الاهلي هيكسب، لا مش شرط، ولكن احنا بنقول على نفس تاني بجهد تاني في نص الملعب يقدر يعمل التحامات اللعيبه وجري وكميه جري لك الكره الثانيه ويعمل لك انطلاقات وينقلك هيساعد في كميات الجري. فهي يا اما تعرف بخبره تخلي الكره هي اللي تتحرك وتجري زي ما فلومينيزي عمل الشوط الثاني، يا اما تنشط زي ما عادل كان بيقول ان خمسه دولت خمس تغييرات يعني نص الفرقه، يبقى تنشط بيهم بدري شويه، ما بقاش الاعب معظم التغييرات وخلاص ناقص 14 15 دقيقه على الماتش، ممكن من بدري شويه يعني ممكن من بدري شويه. فدول النقطتين اللي فرقوا النهارده. طيب انا بعدم الاستحواذ الكبير ده ايه الغلطه الثانيه؟ عدم استغلال الفرص. كويس، يعني كابتن شريف لما قال لك طبعًا ده ان انا لو جبت جون الاول، ما هو انت جبت جون الاول دي زي ماتش الاتحاد السعودي بتديك دفعه صح وبتديك بتنقل قلق للفرقه الثانيه مظبوط، وهيبتدوا يفتحوا المساحات صح وهيبتدوا عايزين يهاجموك فالمساحات هتتفتح زي ما حصل النهارده في الاهلي الشوط الثاني. كل ما يجي فينا جون انت بتطلع لقدام وهم يتفتح لهم الملعب اكتر وتلاقي الفرص اسهل ان هم بيوصلوا للجون وينقلوا الكره لمرمى يعني للشناوي، وشفناه بتصدف اكتر من كره. فانت النهارده هي دي اللي وقعت فيها بالذات الشوط الثاني، انك انت نزلت بمعدل الجري او الاستحواذ بنسبه كبيره الشوط الثاني، ولذلك الاخطاء كترت بدرجه. انت لما تشوف نسبه التمرير الخاطئ اللي عمل خطوره على فرقه الاهلي في نص ملعبنا كتير، يعني انا بتكلم كماتش، ما خلي بالك ما انا ممكن العب مع فرقه اقل من دي واغلط الغلطات دي وما يستثمروهاش هم، فانت مش هتحس بيها، انت كسبت وخلاص. لكن مش مع فرقه عندها الخبرات ديت واقعد اخطا بتمريرات في نص الملعب وعلى ال 18 وده جاي من نتيجه التعب. ناس كتيره لما تيجي تفكر في الشوط الثاني هتلاقي كميات الجري قلت كتير قوي من بيرسي تاو، من كهربا، من حسين الشحات، من امام عاشور، من اكرم توفيق، يمكن اللي بيحاول لغايه اخر وقت بس الدنيا واسعه عليه مروان. طبعا ياسر النهارده عمل ماتش كبير زي ما انت قلت ايه انا النهارده يعني هم اللعيبه مش عدائين في الملعب، هتفضل تجري كده طول المباراه. أيوة لازم تهدئ. والسؤال هل الاهلي فرقه كاونتر اتاك ولا فرقه استحواذ ولا على حسب سير الماتش؟ ما هو في جزء وجزء. يعني انا النهارده مباراه النهارده دي في وقت من الاوقات انا كمدير فني كمان يمسك كوره كان لازم بالظبط. أيوة لازم تعليماتي
انقل باصي صح. انقل باصي انقل ليه؟ وخصوصا ان في اجهاد واضح في الملعب. هو انا أيوة. انا النهارده بالزبط. انا النهارده كراجل مدير فني مش عارف، مش اكيد مليار في الميه مستر كولر على درايه كامله بـ 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 بالفيزيكال بالفيتنس بتاع اللعيبه بتاعت النادي الاهلي، فبالتالي عارف ان في مشكله هتحصل لك الشوط الثاني تمام. وخد بالك ده وضع طبيعي، وضع طبيعي، فكان لابد من التدخل الفني في الشوط الاول تمام، انك انت مش كل حاجه يلا هجمات مرتده لا أيوه. في وقت من الاوقات لازم عارف انت يعني بيسموها يعمل فريزنج للعب يا كابتن، يعني حد اللعب تاخد بالك، استحوذ استحواذ سلبي، انقل عبد المنعم لياسر للشناوي لمروان لاكرم لعلي معلول، الاستحواذ اللي يخليك تاخد نفسك تمام صحيح. تبتدي من الاول تستعيد يعني لياقتك مره ثانيه وتبتدي تعمل هجمه تبني تبنيها. دي الهجمه دي كانت في بدايه المباراه كان عايز يلعبها الكهرباء فايقين وفي زياده عداديه ومكملين امام هنا كان عايز يلعبها للكهرباء ما فكرش. امام كان عايز يلعبها الكهرباء هو لعبها بالظبط. خلي بالك انا عايز اقول لك حاجه كمان، يعني احنا بنتكلم على ان سوء التصرف احيانا بيجي من عدم التركيز، وعدم التركيز بيجي من الاجهاد، ولكن في حاجات بتحصل تستغرب برضو، يعني استغرب من سوء التصرف في توقيت مثلا في الدقيقه 11 في الدقيقه 15 هو في اجهاد في الدقيقه 15. ده اللي احنا قلنا عليها يا كابتن، انت اللعيبه محتاجه تتمرن تمرينات تخصصيه، مش معقول يا جماعه يعني لو فين الجماعه اللي بيشتغلوا معانا في التحليل. انا اسف كابتن بلال، انا هقول لك حاجه يا كابتن، استحاله يا كابتن. استحاله انا اسف معلش هقطعك ماشي. انا النهارده الكوره بتاعت بيرسي تاودي جات له في الماتش بتاع افريقيا اللي هنا بدماغه وحطها بنفس الطريقه كده، دي واحده دي واحده كان ميلو اللي هو عنده 40 سنه سابقه بيرسي تاو، كان المفروض يروح على الجول اسرع من كده شويه. لا هو ايمن الفتره دي فرقت في ايه؟ استلامه كان وحش، فعشان كده ميليو ده ولا لو خدها برجله الثانيه بوش رجله قطع بيها لجوه. ايوه هو لما استلم طولت منه، فالراجل قدر يلحق ويتزحلق معاه وطلعها، لكن هو استلامه اصلا رجله اليمين دي خلت في مشاركه وتولت منه، يعني ما استلمش تحت رجله، ده هو استلم في الكره جريت فالتاني قدر يلحق هو اشول يا ايمن لازم ياخدها بشماله ويقطع لجوه على طول. خلينا بقى ارجع لك لحته الاستشفاء اللي احنا بتتكلم عليها يا كابتن ايمن ماشي، وتغيرات اللعيبه عشان هرجع بعد كده للكابتن بلال على موضوع الفورورد. ماشي اللي عليها الكلام اصلا. ايوه اتفضل تعالى لا انا بس في لا عشان في حاجه عايز اقولها لك، يعني كنت عايز اكمل الكلام. ماشي اتفضل. بالنسبه للاستشفاء دلوقتي انت بتتكلم على اللي المفروض انت لعبت ماتش ومدرب الاحمال، انت عندك مدرب احمال وعندك مخطط احمال، شغلانته يشوف كم الجري في الماتشات واحنا وصلنا لايه، عندك جي بي اس بيلبسه اللعيبه بتعرفك كم الجري اللي انت جريته والحاجات دي كلها. حلو، انت نزلت المباراه بطريقه لعب في الشوط الاولاني انك تضغط عالي وعملت ووصلت واشتغلت كويس صح؟ واحنا متفقين. طيب الشوط الثاني لو انت ما عرفتش ان فرقتك هتبقى مجهده وهتبقى عارف ان فرقتك عندك كم من اللعيبه، يعني انت كام لاعب، واحنا اتفرجنا مع بعض المباراه كام لاعب كان جوه الملعب بعد الدقيقه الخامسه من الشوط الثاني، يعني بلغه الكره وقعوا بدني مش اقل من 6 7 6 7. يعني دي معناها ايه؟ معناها ان انت قبل المباراه حضرت طريقه اللعب بتاع الشوط الاولاني بالظبط غير طريقه اللعب بتاعت الشوط الثاني، الاثنين زي بعض الاثنين زي بعض ما غيرتش انت، بمعنى انك انت ضغطت عملت بريس من قدام كان يجب انك انت تقف شويه تهدى شويه لو انت عملت كده وجزفت وعملت اللي انت اتكلمت وبلال قال كلمه مهمه قال يعني لا يكسب لا ينتهي الشوط الثاني صح. طب انت لما تكون عملت الريسك ده بتاع الشوط الاولاني يبقى لازم له تكمله، ما هي التكمله؟ انك انت تعيد حيويه الفرقه وتغير 2 3 لعيبه على الاقل بين الشوطين على الاقل ينزلوا يوزنوا الفرقه بدنيا، ده نزلوا هم صح. لكن 75 دقيقه انت شغال، يعني انا اقول لك حاجه كهربا
الكرة اللي عملها ما عملهاش لبيرسي تاو اللي راح انفراد ده وراح عملها التاني، عارف عملها على ايه؟ على الفلاني. مظبوط. فافتكر يعني ده يعني عدم رؤية. عدم رؤية ما هو تعبان تعبان. حسين الشحات كل كوره يجي يعملها كده علشان يحطها في الجون في البعيده، واحمد اتكلم على انه الحارس ضعيف، لكن الكوره بتروح له ضعيفه. طب ماشي نقف في الحته دي بس ماشي. احنا يعني في اوقات كتير في الماتش محتاجه وجود قائد في الملعب، مش كل شويه انت هتبص على المدير الفني بره، مش كل شويه المدير الفني هيقول لك اعمل كذا ما تعملش كذا. اولا انت بتتكلم على كواليتي، المفروض ان انت احسن كواليتي في الكره المصريه. في اوقات انا حاسس ان فرقتي مجهده وانا في نص الملعب، انا شايف الرؤيه باينه بالنسبه لي، انا كمان مش فورورد عشان اقول لك ايه، لا انا مش واخد بالي من الفرقه كلها، بس انا مثلا في نص الملعب او انا ورا، يا جماعه اهدوا شويه نمسك كوره، واضح يعني ان احنا محتاجين نهدى. بالظبط عايز قائد. بالظبط. طيب اقول لك حاجه، لو اتصدمت بالمدرب وهو بيقول لك اضغطوا، انا اقدر كلاعب اقول اهدوا شويه في وسط الملعب؟ هو الامر بيجي منين؟ من المدرب واللاعب الخبره اللي انت بتتكلم. يعني انا برضو ما اسمحش للاعب الخبره اذا كان هو لعيب خبره قوي ان هو يدير المباراه حتى لو هو واقف في الملعب وشايف. لا صحيح، هو بياخد تعليماته مني. صح. لانه من ضمن الشغل اللي المفروض مع كابتن الفرقه او الليدر جوه الملعب بيبقى في شغل ما بينه وما بين المدرب، بالنظره بان هو اللي مديله مفاتيح يقول له يعمل ايه، ساعات يديله اشاره يعمل له كده، يعني معناها توقف وتوقف لعيبتك، معناها تعمل كده ممكن تجري لعيبتك وتخليه الريتم اسرع. ما هو الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها ده التدريب، ده المدرب. احنا مثلا المباراه الاولانيه احنا اشدنا بالفرقه صح، واشدنا بمستر كولر صح، واشدنا بيه قوي تمام. المباراه الثانيه اللي احنا لعبناها دي انت شفت نفسك في اخطاء ايه بقى؟ في اخطاء. هو المفترض ان احنا ما بننتقدش اللعيبه وما بننتقدش المدرب، ولكن احنا بنحط اللي هو ادينا على بعض النقط فنيه على يعني ما انت النقط دي كتير اخطات فيها. يعني انا بكلمك على خطا انا بعتبره خطا يعني مستمر. يعني انت لو غيرت مثلا، انا ما فيش من ساعه ما جه مستر الكره الى الان غير بس مره بين الشوطين وكان الترالي، كان امام بتهيألي غير امام عاشور. طيب انا يعني بسال سؤال، هو ليه الدقيقه 75؟ ما هو دي تحيرك. حاجه ثانيه مهمه، انا عندي ديانج لعيب يمتلك النادي الاهلي، ده انا بنتكلم كره صناعه في المحفل الدولي ده اللي احنا قاعدين فيه، مش ديانج اللي انا ممكن اسوقه علشان ممكن يجيب لي رقم كبير جدا اجيب 2-3 لعيبه. هو لعيب كره القدم اقتصاد، هو لعيب، ما هو لعيب جامد. خد بالك كابتن عادل، معلش انا اسف اقطعك، المدير الفني ساعات ما بيفكرش في الحته دي، او هو اصلا ما بيفكرش في الحته دي. اي مدير فني مش كولر لوحده، الفني يقول لك انا عايز اكسب فنيين. بالظبط. خد بالك من وجهه نظر، خد بالك ممكن وجهه نظر ما تكون مختلفه عن وجهه نظر، يلعب انا مش عايز يلعب كهربا فرود، هو عايز يلعب كهربا فرود، انت عايز يلعب برامي ربيعه، هو لا شايف ان كوكا افضل. بس هو خد بالك هو كمدير فني عايز يكسب، يقول لك الحته التسويقيه دي لا تعني له اي شيء. وانا احترامي طبعا لكل وكل المدربين، اي مدير فني كده انت كابتن حضرتك لو 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 مسكت لو 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 ضربت اي فرقه يقول لك انا عايز احب بالاتفاق، يبقى لازم الكلام ده يبقى عادل. ما بين عادل يقصد انا فاهم طبعا يكون عندك امكانيه، بس انا عايز اقول له ايه، وجوده في الملعب هو مش بيفكر في اللعب. لا استنى بلال، هو اوتوماتيك لما يلعب هيجي لك كده. الكلام اللي انت بتقوله ده مش صح تماما. ليه يا كابتن؟ لان مدرب الفريق في اي مكان في العالم اهم نقطه عنده انه يعلى بشان التيم بتاعه، بيعلى بشانه في كل الاحوال، في المكسب والماديات كمان، ان هو لا المدير الفني مش عايز ماديات، يكسب المدير الفني مش عايز ماديات يكسب. اسمعني لا يعني انا هسالك سؤال، هو معلش انا اسف، يعني اي مدير اسال المدير الفني هيقول لك لا عادل 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 عادل. انت لما بنيجي نتكلم على المدربين في اوروبا بيقول لك ايه، استثمرت بكام وجبت بكام وبعت بكام. هو انا اسالك سؤال، هو دلوقتي
انت بتتكلم على لعيب احنا شاكين فيه. ما هو احنا دي وجهات نظرنا. لا احنا هقول لك بس خلينا نكمل وجهه نظري بس على ديانج بالظبط. على ديانج بالظبط. انا دلوقتي ديانج ده هو مش اعلى قيمه تسويقيه في فريق النادي الاهلي؟ يعني انت بتتكلم على واحد واضح زي الشمس. معلوش جدال. يعني انا مودتس مثلا في اختلاف عليه، الناس مختلف عليه، لكن انا بتكلم على ديانج مفيش خلاف عليه، معلوش خلاف تماما عليه، اللي هو ديانج اللي طول الوقت احنا بقالنا 3 سنين في مصر افضل محترف ديانج، احسن لعيب في وسط ملعب في مصر ديانج، ديانج اللي سعره ب 4.5 مليون يورو القيمه التسويقيه بتاعه، فرق ما بينه وما بين لعيبه نص الملعب في النادي الاهلي في 3 وفي 2 وفي 1. يعني انا بكلمك على واحد واضح. الأربعة ونص ده في محفل دولي زي ده، في محفل دولي زي ده الأربعة ونص ممكن يعلو. ما هو ده انت. انا اسالك بس ارد عليك يا باشا. انت النهارده هتيجي انت لو بالطريقه دي لحضرتك لو بتتكلم كده يعني هتيجي تحاسب مدير فني كسب او ما كسبش؟ طب لا في نقطه ثانيه. فاهم قصدي؟ بص يا عادل، بص يا عادل، لا انا عايز انا بقول لك انا مشارك او الناس اعلى منه. ايوه بالظبط. تيجي تقول لي العبوا ايمن حتى عادل انت مختلف عليه يا عادل، لكن ديانج ما مش هو مختلف على ديانج. يا عادل اسمع كلام كابتن اسامه، احنا حتى كلنا متفقين ان ديانج لازم يلعب، بس احنا كمان مش باصين عشان نسوقه ونقول ان هو تسويق. صح. احنا بنقول المفروض ديانج يلعب عشان هو من وجهه نظرنا فنيا افضل في المكان ده، افضل الناس في نص الملعب في الاهلي وكميات الجري اللي عنده والاحتكاكات صح. الكره الثانيه يجيبها لك مظبوط. مش وجهه نظرنا انه يلعب عشان احنا عايزين نسوقه فنيا. فالمدير الفني برضو حتى لو هو بيلعب في كاس عالم مش هيفكر في النقطه. لو هو شايف ان ديانج ما يبداش ومثلا اكرم او احمد كوكا او نبيل كوكا او اي حد تاني في نص الملعب يلعب وديانج يقعد، هو عشان شايف من وجهه نظره ان دولت بالنسبه له في المرحله دي هم الافضل، الافضل او اللي هيعملوا له اللي هو عايزه. طيب. مش هيفكر انه عشان يسوق. نكمل كلامنا بس هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. انتظرونا. رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن عادل بتكمل كلامك عشان بس اروح للكابتن بلال اساله في نقطه معينه. لا يعني انا بتكلم على ايه يا كابتن؟ انت النهارده كان يجب انك تلعب بدماغك اكتر من رجلك بالجري يعني. كلاعبين وكجهاز ويعني ليه؟ لانه انا كنت اتمنى ان احنا نعملهم بنفس دوام يعني. واحنا اتناقشنا ان احنا كنا الافضل والاحسن، احنا كنا احسن كتير قوي الشوط الاولاني لدرجه ان انت تسيرت يعني كنت انت افضل من الفرقه الثانيه 20 مره. اقول لك حاجه، لكن في الاخر نسبه الاستحواذ 64 رغم ان انت الشوط الاول ان انت اللي كنت الاعلى، بس الشوط الثاني انت اللي هم كنت فرقوا، هم اعلى قوي اعلى قوي. ليه؟ لان الخبرات. الحاجه الثانيه تجديد الدماء كان في الفرقه بتاعت يعني احنا اتكلمنا على اعمار سنيه كبيره قوي، ولكن في الاخر انت عارف في اخر فرقه فيرمينزي نهايه المباراه بمعدل سن معدل السن اقل منك. كل اللي طلعوا اللي في الاربعينات كبار، ال 36 و ميلو 40 سنه، مارسيلو 35 سنه. كل دول طلعوا فاهمني؟ كل دول طلعوا نزلوا ايه 20 سنه 19 سنه 18 22 سنه 23 يعني في الاخر انت لعبت. هو المدرب بتاع الفرقه البرازيليه لعب على يعني بفكره، احنا لعبنا المباراه وكنا عايزين عارف نشوه ماتش مستعجلين مستعجلين. لازم تبقى صبور يعني تصبر، تعبان طبعا كده تقدر تسير الماتش لصالحك. وبعدين خلي بالك قبل النهائي دايما محتاج واحد يكسب. ليه تستعجل المكسب؟ ايوه ليه جرجروك للحته الضغط؟ احنا فرحنا احنا الاحسن، احنا الشوط الاول طمعنا شويه وطمعنا. ايوه طب ما كنا نهدى شويه. خلاص خلصنا الشوط الاولاني اصبر هنكمل ننزل بقى الشوط الثاني نعمل مباراة أخرى. صح. إحنا رحنا على الفرقة اللي مش قادرة اللي إحنا مقطعينها الشوط الأولاني بلغة الكورة، اللي إحنا رايحين نجيب جون وما جبناش جون، اللي إحنا هاجمناهم. هم على فكرة الشوط الأولاني العكس هو اللي حصل. الشوط الأولاني كان عندهم فرصتين
خطرين جدا اللي في القايم. الاثنين خبطوا في القايم. مظبوط. دي خبره. يعني ما تعبوش. ايوه. الشوط الثاني اللي عنده 40 سنه جرى اكتر من اللي عنده 20 سنه. عندك. هم كان معاهم حكم خلص عليك. انت ما كانش معاك حكم. في بعض الاوقات. يعني خلينا برضه من ظروف المباراه يعني. صح. خلينا اكلمك في نقطه معينه انت اتكلمت فيها كابتن بلال. الفرص المهدره امام المرمى. ماشي؟ انها متكرره بقى لفتره، حتى واحنا السنه اللي فاتت لما خدنا الخمس بطولات كانت واضحه جدا ومستر كولر بيشتكي منها. حلو قوي. اتكلم على مدير فني وعنده اوقات يقدر يعالج فيها الاخطاء اللي بتحصل. مفيش فرقه ما عندهاش اخطاء. انت تفتكر ان مستر كولر ما بيعالجش الحته دي؟ اكيد بيعالج. بس انا عايز اكلمك على قدرات الهداف. حلو. ما انت ما عندكش هدافين. قدرات انت ما عندكش الهداف. هدف. ما عندكش هدف. فهو الراجل كل مره بيشتكي ان بنصنع فرص كتير جدا. وهو قال مره من ضمن المرات يعني مش هنزل انا اجيب الجول. حلو. كويس؟ اوكي. فانت ممكن طبعا مع احترامي لكل مهاجمين النادي الاهلي ولاعيبه كويسه جدا وبتروح للجول بس انت بتتكلم على نقطه معينه الفرص المهدره كتيره جدا. مليون الميه وانا متاكد من كده ان مستر كولر بيحاول يعالج الكلام ده. ولكن انا بتكلم على طبيعه الهداف ممكن ما تكونش موجود بنسبه كبيره يعني كهربا هدفه بيجي بجوال بس احنا بنتكلم على ايه كهربا برضو مش استرس حرب صح ما بالظبط ما ده اللي انا لسه هقوله ده لسه اللي انا جاي له في هداف انا بتكلم على الهداف تيجي له ثلاث كور يجيب لك كره او اثنين صحيح انا اسالك سؤال اتفضل والماتش شغال ايه. لما عمل التغيير ايه. انت قلت لي على اللعيب قلت لك ده بينزل من انصاف الفرص بيجيب جول كينيدي ونزل جون كينيدي ونزل لان انا اتفرجت له على اربع ماتشات ونزل عمل ايه جاب جول بس ده اللي انا عايز مده بسيطه جدا ده اللي انا عايز اقوله الموضوع مش كيمياء يا كابتن ايمن ايه مش كيمياء هي قدرات لعيب امكانيات لعيب فاهم قصدي يعني انا النهارده ما قدرتش اصنع اجيب ايوه قصدي ما قدرتش اصنع اجيب خلاص الموضوع يعني واضح زي الشمس ايه. مش قادر اصنع لعيبه تسجل لي اهداف من الفرص اللي بتتاح ليا اجيب لعيبه تجيب لي اهداف ما هو اصل انا مش انا هفضل اشتكي لحد امتى يعني هفضل اشتكي لحد امتى من صناع من ضياع الفرص اكيد مش هشتكي طول العمر الاهلي فريق كبير فريق محترم عنده قدرات كبيره جدا تمام وعنده امكانيات كبيره جدا نقدر نتعاقد مع لعيبه أو نجيب فراوده تقدر تسجل اهداف تمام الموضوع ده يكون مشترك ما بين اداره النادي أي. وما بين المدير الفني مش بس الاداره بتختار لوحدها ولا بس المدير الفني بيختار لوحده لازم الموضوع يكون مشترك يا كابتن ايمن الاهلي فريق بيلعب دائما على المكسب ده معناه ايه ان انت بتبقى بدل راس الحربه انت عايز ثلاثه فاهم قصدي لانك بتوصل لجول كتير لان انت بتلعب على المكسب سيبك من فكره انك بتوصل لجول كتير انت بتلعب على المكسب صح. يعني زمان احنا كنا بنبقى ست راسات حربه في الاهلي طب خلينا ناخد بعض انا افكرك بس كابتن حسام حسن خلينا الصوره دي بس نتكلم سريعا اتفضل يا كابتن بلال سريعا كابتن حسام حسن ايوه وكان معانا علاء ابراهيم وكان معانا علي ماهر واحمد صلاح حسني ومحمد فاروق وتشيرنو وانا وانت. سبعه لعيبه واثنين اللي بيلعبوا فاهم قصدي مش طبعا. النهارده بتلعب بشادو سترايكر يا كابتن ايمن صعب طبعا. جدا ماشي. في ندره في راسات الحربه اوكي انا على فكره عندي قناعه ان في ندره في راسات الحربه وندره شديده جدا موجوده حتى في مصر مفيش لعيبه لكن انت بقدراتك كالنادي الاهلي لابد ان يكون عندك اكتر من راس حربه لانك انت بتلعب على خمس ست بطولات في السيزون والهدف انك تحصل خمس ست بطولات صحيح لا هات لي الصوره اللي قبل كده يا سمير بعد اذنك الصوره الاولانيه بعد اذنك دي بقى من الحاجات ماشي الكره دي يا كابتن شريف الكره دي الكثافه العدديه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي معقوله يعني انت بتتكلم على اربع لعيبه في مواجهه خمسه معقوله دي في اول مباراه دي في الدقيقه 10 تقريبا 47 ثانيه 47 ثانيه بس التصرف من امام صعب قوي يعني المباراه في اولها ده انا ممكن اخش واتوغل واخد ضربه جزاء هو كان عايز يديها الكهرباء بس صعب قوي صعب قوي وبعدين ما تلعبش ببطن رجلك انت بتلعب بوش رجلك الخارجي لا انت معلش انا اسف انت في الكوره دي انا اسف هاتها تاني كده انت عدد قليل إن انا الطبيعي ما العبش كوره حتى ما ارفعهاش مفيش خمسه ضد اثنين انا اجيب الكوره اقف عليها وده اللي احنا بنقوله اعاده تدوير الكوره مره ثانيه هو الكوره مش شرط ان انا وصلت لل 18 وعامل كروس مفيش حد موجود تمام ولو عملت كروس يا كابتن مين اللي هيحط لي بدماغه
صح. امكانيات كهربا لا تسمح وامكانيات بيرسي تاو لا تسمح، الاثنين امكانياتهم لا تسمح ان هم يلعبوا بدماغهم في ال 18 تمام، الاثنين مش واحد. ما جات لي كهربا كورتين وجات لي بيرسي تاو كورتين. دي كوره بتاعت بيرسي تاو. لا هات لي كوره بيرسي تاو تاني معلش، ده جول اصل، ده جول. لا ما هو استلامه كان، ما هو لا الصوره اللي قبل دي اللي تبين بالظبط، لان هو كان فاضي جدا. ايوه هي دي تمام. بص بقى، بص اولا اولا لا لا خلي جيب الصوره الاولانيه يا سمير، خليك واقف. بص المدافع اللي هو لحقه وشه ليه كده، وبيرسي تاو وشه الناحيه الثانيه، يعني دي اولا بتعمل فرق سرعه. صح. يعني عقبال ما ده يلف، بص هو بعيد قوي، لكن استلامه كان وحش فطالت. فالراجل اللي هو الكابتن لحق وزعله وطلع. ده مش الاستلامه دي، ده الاستلامه الثانيه اللي بعد دي. أيوة. أيوة. يعني مش الاستلامه دي واستلامها اوكي حلو. لكن اللي بعدها طولت. انا في وجهه نظري افكر في التفكيرين، يكمل ولا يرجع ولا يرجع. بس لما جه يرجع لان اللعيب لا يعني سرعته في اتجاهه كمان. صح. يعني لو قطم لبره ممكن يطح اللعيب. عشان كده اعتقد ان هي دي قرارات بيرسي تاو. قرارات بيرسي تاو تملي في المناطق دي بيبقى فيها تردد شويه. طيب. هل اروح على طول ولا اعملها بالعرض ولا يعني خلي بالك احنا بنتكلم على فرص وفي مساحات في الملعب طبعا سهل جدا تستفيد منها. دلوقتي انت رايح 3 على 2 ايوه 3 على 2 أيوة. نكمل لا هات لنا الكره دي من الاول معلش عشان نبدا. كابتن ايمن عارف حسين عمل ايه؟ بدلب ايوه دي البدايه. بص كام لعيب اتضرب من فرقه فلومينينسي عندك ادي واحد اثنين ده في منهم الراجل اللي عنده 40 سنه السنباك. لا خلي بالك لسه هتتقطع. بتقطع خلاص اتقطعت وثمان لعيبه ولا سبع لعيبه معلول. لا اتقطع تاني وعلي معلول هيرقص وهيعدي وهيخليهم كل ده اتضرب. ادي 9 لعيبه اتضرب. انت بص انت وكهربا وبيرسي وهيكمل بيرسي كمان ماشي. الصوره اللي بعدها بقى حسين هيمشي المفترض 3 على 2 المفترض حسين يخش لجوه لا عشان راح ناحيه بيرسي تاو عشان يفتح لبيرسي تاو. لو دخل لجوه طبعا. كان طلع بيرسي تاو مظبوط. هو راح لبره بس حتى كمان كهربا في الحته دي يا كابتن انا لازم ادي فرصه للعيب بتاعي يلعب واحد على واحد طبعا اخد ده يعني واطلع على الشمال يعني اخده بعيد شويه. انا اسف حسين هو قدام حسين يعني مثلا لو بيرسي تاو مش موجود نفترض ان بيرسي تاو هو مش شايفه ايوه الحل الوحيد لحسين يرقصه لبره أي. خلاص تبعدت عن الجول خلاص أي. طب لو ارسل جوه ما هو ده موجود ده قرب خلاص لما ناخده واروح بيه ما هو انا اسف يا كابتن كهربا هو الطبيعي ان هو يفتح باللعيب كده فيدي فرصه لحسين يبقى عنده التو تشويسز الاختيارين الاثنين رقص لبره رقص لجوه فاهم قصدي بس يعني خلي بالك برضو كان ممكن تتعمل احسن من كده كان ممكن ينتظر بس يستنى بالظبط كده يتقل سنع بالظبط خلاص خد القرار خد القرار في الاماكن عشان جاب اكتر من جون بالشكل خد القرار اول ما بياخد الكوره وبيروح على الجون ما عندوش قرار تاني اللي هو صحيح الباص. صحيح صحيح النهارده 5-6 مرات وحطها في البعيده بص في كل كوره في مساحات كبيره في الملعب بص هنا مثلا 3 على 2 برضو الزياده العدديه لمهاجمين النادي الاهلي على مدافعين الفلومينينسي انت عايز ارجع لك بس في حته الفيرود طب احنا بنحلل بس الحالات الاول وبعدين نرجع لعيد الفيلم ماشي اتفضل لا هات لنا الكره اللي فاتت دي خد بالك بص هقول لك على حاجه كابتن هو ما فيش مساحات في نص ملعب هو المساحات في ظهر لعيبه مظبوط لعيبه فلومينينسي صح المساحات كلها هتلاقيها على اطراف ليه ما هو مارسيلو بيروح ما بيرجعش تمام ماشي ايوه بالظبط نكمل الكره دي بص يا كابتن كل مساحات في ظهر اللعيبه مظبوط يعني ممكن ما تلاقيش مساحات في نص ملعب لكن هتلاقي دايما مساحات في ظهر الاثنين الباكين بتوع فلومينينسي هتلاقي الباقي الرايت باك مارسيلو وصامويل الاثنين وراهم مساحات شاسعه كبيرة. جدا وخد بالك والاثنين الارتداد بتاعهم بطيء جدا كان عندهم ارتداد انت لو عندنا الرايتس مارسيلو في الكره اللي انت قبليها بيرسي تاو هو سبب بيرسي تاو اصلا نص ملعب خد بالك لو معلش انا اسف لو تعيد الكره اللي قبل دي بتاعت معلول هجمه مرتده مارسيلو سبب بيرسي تاو بيفنش الهجمه بينه وبين مارسيلو 10 متر أهي. انت فاهم قصدي يعني لا انا بتكلم على الكره راح بيها الشحات بتاعت شحات الشوط من اولها من اول القطعه بتاعت علي معلول بص أي. مارسيلو فين وبيرسي تاو ورا بيرسي تاو خلص تمام قبل مارسيلو بص أيوة مارسيلو اهو خد بالك بالظبط بص بيرسي تاو ومارسيلو فين كمل. هنا بص كمان مزبوط. كمل بقى هتلاقي بيرسي تاو بص هنا بقى الفرق قد ايه يا كابتن بص الفرق هنا قد ايه الارتداد ضعيف جدا جدا انت عشان تستخدم دي يا كابتن ايمن ماشي. وعشان تلعب عليها مش انت عملت ايه انت الشوط الاول كله كان كده لا انت لازم طالما انا عندي مش يعني شايف مشكله
او نقطه ضعف عند الفريق الخصم لازم استغلها ازاي. مش كل كره بقى صح. يعني اهدى شويه بس. اعمل واحده صح. خلي لي الصوره دي معلش اللقطه اللي قبل دي يا سمير بعد اذنك بس كده. انت برضو من كره زي دي سهل جدا تجيب جول. اجيب جول سهل جدا طب. الكلام تجيب جول لازم هنا بيرسيتاو لازم حسين مش شايف لازم بيرسيتاو يتكلم لازم يتكلم ينادي حسين تمام. ما هو الكوره لازم على فيها فكرة كلام على فكره فيها كلام على فكره يعملوها على يعني فكره ما صوتش يا كابتن حتى يعني ممكن يكون مش شايف مثلا على فكره انا من وجهه نظري الشوط الاولاني للاهلي في الماتش ده افضل من ماتش الاتحاد جد. صح بس صح. الفكره في ايه او النقطه انك انت ما عرفتش تستغل الفرص اللي جات والمساحات دي اللي احنا كنا صح. بنقول لعيبه فلومينيزي فيهم سبعه فوق ال 34 سنه فهيبقى في ضعف في الارتداد مزبوط. وضعف انت ما استغلتش. جيت الشوط الثاني شوط مغاير تماما. انت هم عرفوا يلعبوك يا ما هو انت اديتهم انت اديتهم الجزئيه اللي هم متفوقين فيها ليا ايه ان هم لعيبه مهاريين وعندهم خبرات وبيعرفوا ينقلوا للعيبه البرازيل بيعرفوا ينقلوا الكره من رجل لرجل. صح. انت وقعت يعني مثلا لو انت بتجري بسرعه 80-90% الشوط الاولاني انت الشوط الثاني نزلت ل 20% ومش في واحد مش في واحد عشان تعوضه أي. انت نزلت في اربع خمس لعيبه او سته في كمال الجانب في فرصه برضو يا كابتن شريف فرصه هدف محقق هدف مرتين فرصتين في ده فرصتين كابتن هدف جيبها لي من الاول بعد اذنك يا سامي يا كابتن ده هدف كويس اي البدايه هنا برضو مارسيلو هجمه مرتده اتضغط عليه هجمه مرتده بالظبط في مساحات السرعات كانت عندنا اكتر يعني احنا زي ما بيقول كابتن اسامه عرابي لا احنا لعبنا شوط اول طب. يمكن افضل كتير من شوط اتحاد جد ولكن ما استغلناش الفرص نكمل الشوط الثاني نزلت بدرجه 80-90% في كميات بتتكلم على 3-3 وبيرسيتاو في نص الملعب هيكمل كمان نكمل الصوره اللي بعدها ماشي برضه حسين كان لازم يلعبها لعلي معلول كان بسهوله قوي اتحط كان لازم برضه هو احنا دلوقتي كده 5-4 بس هو ما حطش في دماغه في حاجه من حاجه علي معلول وعايز يعملها زي ما حسين على طول خلاص انتهى الموضوع بالنسبه له اول ما يروح تتلعب لعلي معلول على طول يفكر. ومع ذلك عايز اقول لك حاجه راحت لكهربا جول خبطت في المدافع وراحت رجل المدافع وراحت كهربا جول 100% دي جول وبيرسيتا وبعديه ما دي جول ايوه يعني احنا بنتكلم على وبعدين حتى لما رجعت لبيرسيتاو دي جول ما هو انت بتقول لي كهربا طبعا كهربا لازم يجيب كهربا وبيرسيتاو بس بيرسيتاو الراجل الجول واقع على الارض يعني بيرسيتاو برده لو وجه في زاويه في الجون جول برده ده احنا لحد دلوقتي في الدقيقه 35 بنتكلم على اربع او خمس فرص محققه للنادي الاهلي مباراه اهداف مباراه انت تخلصها في الشوط الاولاني بهدفين ثلاثه بالظبط دي اهداف ايوه ماشي. ايمن هي بقى الغلطه اللي احنا كلنا بنتكلم فيها انك انت ما قدرتش تغير من رتمك الشوط الثاني في وجود التعب ده حاجه من اتنين يا تسيطر على وسط الملعب وتقول للناس تقف وتنقل شويه وبعدين العب على مساحه بص يا اما غير بدري انت ما غيرتش دي كوره كابتن عادل دي كوره كهربا اللي اتلعبت احنا لسه في الدقيقه 54 تقريبا احنا هنا واقفين صح قطعنا الكوره عملنا هجمه مرتده سريعه عندهم تمام. المساحات كمل نكمل يا سمير بعدين كهربا لحسين ماشي تمام حسين كمل حطها الكهربا تاني في الحته الفاضيه في الحته هنا كهربا كهربا الكره صعبه عليه لان هو جت على شماله تمام الوضع الطبيعي كان يلعبها كده ولا يروح واخدها لنفسه لان الراجل ده كان جاي اللي هو السيرد باك ميلو جاي من الزحلق وخلاص ده ياخدها واحده ياخدها واحده بره. انا بقول كده هياخده كان ياخدها ويكمل لا مش هيحطها في الضيقه صعب يحطها في الضيقه بس بص يا كابتن خلينا بس نبقى نتكلم كلام منتظم اتفضل دلوقتي كهربا في الاحوال العاديه في الاحوال العاديه هو مجهد دلوقتي في الفتره دي ماشي. اللي هي انت 54 دقيقه ومش قادر يعمل دي فانت بتتكلم في ايه هو تفكيره كان غلط يعني تفكيره ما كانش واصل لدرجة ان هو يقدر انه ياخد الكرة ما فكرش انه ياخد البنالتي يا كابتن ايمن يعني زي ما انت قلت ما فكرش انه هو ياخد اللعيب ويروح بيه ياخد بنالتي ما فكرش انه هو يقف ويطلع اللعيب بره اللعب خالص ويلعبها الناحية طب لحظة واحدة هو كان ممكن ياخدها وبيرسي مكمل ينادي عليه يلعبها طبعا كل القرارات دي يا كابتن ايمن ايه انت قراراتك دي كلها بتاخدها امتى صح
تاخدها صح لما تكون انت جاهز بدني. انت الشوط الثاني ما كنتش جاهز. مش بس لا مش بس انا مش معاكم في حاجه زي كده بس يعني ما تجيبليش تركيز كمان. ما تجيبليش كل حاجه على حته الجانب البدني بس، فوقع فالتركيز وقع فخد قرار غلط. لا انا كلاعب برضو بقالي كتير في الملعب، عندي كميه خبرات او عندي تراكم خبرات كتير جدا جدا جدا. ماشي اديني مبرر اللي حصل النهارده. ايمن ما بين الشوط الاولاني والشوط الثاني. ايمن الشوط الثاني واضح جدا جدا واضح جدا. ايمن بص، لما واحد يقع مني في الجري في كميه الجري في الملعب يعني، انا مش بتكلم على التغييرات، اقدر اعوضه اتنين اقدر اعوضهم، لكن لما بيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات واكرم توفيق وامام عاشور وعلي معلول 6 7 والبدني نزل كده، فهو الغلطات اللي احنا كنا بنشوفها منهم الشوط الاولاني في سرعه نقل الهجمه لينا وانك بتوصل بس انت مش عارف تستغل. طيب. الشوط الثاني عشان هم مهاريين. من امتى الشوط الثاني؟ ثانيه عاد عشان هم ايمن عشان عشان هم مهاريين وانت وقعت بدنيا والمساحات اتفتحت جدا، كانوا بيتمشوا بنقل الكره في وسط الملعب بسلس. وانت تيجي تضغط يحطها من ظهرك، يجي فلان يضغط يحطها ده انت بتعمل مجهود مضاعف كمان. ما هو ده ليه؟ ما انا قلت لك عشان في تعب. فحاجه من اتنين، يا اما كنت تجمع خطوطك وزي ما بلال قال وعادل وكابتن شريف تجمع خطوطك وتقفل شويه الخطوط وتنقل بعدين تلعب على هجمه مرتده، يا تبتدي تغير بدري شويه. انت غيرت في الدقيقه 75، انت غير بدري شويه واحد زي ديانج يدي نفس الشوط الثاني قبل ما يمسك الكوره. احنا اتكلمنا ليه بين الشوطين يا كابتن؟ احنا مش بنتكلم على علشان المفترض انه يغير للتغيير. احنا بنتكلم علشان مباراه الاتحاد يعني. أيوه. انا يعني انا اللي مزعلني ان مستر كولر ما غيرش دي بدري، لانه لو في وقته الطبيعي ماشي ما تغيرش زي ما انت عايز، لكن انت بتتكلم انت لسه لعب ماتش من كام يوم. وبعدين احنا من الدقيقه الكام الشوط الثاني؟ من الدقيقه ده من اول الخمس دقائق يعني، من الدقيقه بالظبط من الدقيقه 50. وانت واضح ان عندك السته دول صح؟ صح. يعني انت دخلت في الدقيقه الكام؟ 75 يعني ضيعت 25 دقيقة بالحمل اللي انت فيه. الناتج كان ايه؟ الناتج انك انت خسرت. خسرت ليه؟ مش عشان انت الاوحش، لا انت خسرت عشان انت اللي مش خبرة بقى. ايوه هم كانوا خبرة. أيوة بص يا ايمن، انا بقول تراكم خبرات. أيمن طبعا ممكن أيمن تلعب مع الفرقة التانية طبعا. ايمن فاكر احنا لما كنا في واحنا بنتمرن لما كنا ناخد كل الفرقة مثلا الكبار باللعب الصغيرين؟ أيوة. صغيرين يتعبونا في الجري قوي، بس احنا بالخبرات بتاعتنا بنقعد نلقل الكرة بتاع. لو هو فضل محافظ على القوة بتاعته بتاع ممكن يتعبني. صح. فانت الشوط التاني الناحية دي وقعت عندك، فهم ابتدوا ينقلوا الكرة بسلاسة وبسهولة في بين كل الخطوط بتاعتها. لو يعني المهاجمين يعني صفاتهم هم كده يعني. أنا عارف أمريكا لا 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 أنا أقصد عادل فرقة تانية. لا لا عادل أنا أقصد يعرفوا يباصوا. لا أنا أقصد إيه يعني مثلا بيرسي تاو يروح رايح مفيش الضغط بقى اللي كان زي الأول، تلاقيه يروح لعبها من جنب بيرسي تاو، يجي كهربا متأخر يروح لعبها من ظهر مثلا إمام، يلعبها من ورا فلان. فهم ابتدوا يستحوذوا تماما على الشوط الثاني. هم مهاريين كمان يا كابتن. ايوه ما انا بقول لك هم استحوذوا تماما على الشوط الثاني فكسبوا. يعني كان يجب النهارده اول ما يخلص الشوط الاولاني وانت اضعت فرصه انك انت تكسب واحد واثنين. انا بقول الشوط الاولاني كنت ممكن تطلع ممكن تكسب اثنين مثلا. اقول واحد، لو كنت جبت الواحد صفر كان هم اللي اضطروا ان هم يجروا. مزبوط. علشان يعملوا ايه؟ والمساحات اللي كنا شايفينها في الشوط الثاني كانت هتكتر كمان. مزبوط. هو امتى قرر انه يهاجم بشراسه؟ لما شافك انك انت خلاص. أيوة. بدا مفيش المقاومه. أيوة. 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 يبقى انا تغييراته بانت. الراجل اللي بره بتاعه من المدرب عمل ايه؟ عمل التغييرات عشان يركب بلغه الكوره الملعب كله. احنا كان يجب ان احنا نعمل ايه؟ اول ما يغير احنا كمان نغير عشان نعمل ايه؟ عشان نوازن القوه اللي جوه الملعب. لو كنت وازنت جوه القوه اللي جوه الملعب كنت ممكن تعمل او تغير اسلوبك في اللعب. أيوة زي مالك كابتن اسامه تلم نفسك شويه، امسك كوره مش كل كوره جري. ما انا اصلا مجهد وبعمل كمان مجهود مضاعف وانا مجهد. صح. وال25 بص يا كابتن 15 دقيقة هتغير فيهم خمسة؟ ده صعبة. يعني انت بتشتغل بلا تغيير. بمعنى ايه؟
بالاساسيين اللي بيلعبوا بس. الفرق كلها في الوقت الحالي بيقسموا الملعب على جيمين، خصوصا كمان انها بطوله مضغوطه. اه طبعا انت بتتكلم على ثلاث ماتشات في 10 ايام. لا اسبوع، لا في اسبوع. لا وكمان يا كابتن انت رايح فين؟ ما بعد انت راح تلعب ماتش الجمعه وبعدين راح تلعب السوبر. عندي سوبر بعد كده يعني بعديها بثلاث ايام بيومين. يعني 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 اللي انا عايز اقوله لك ايه، حتى تقسيمه اللعب على اللعيبه كلها تديك اريحيه وما تجيبلكش اصابات. ما تجيبلكش اصابات كتيره. يعني يعني مثلا لو انت كنت اديت النهارده مثلا لعيبه شوط، خمس لعيبه ياخدوا شوط وخمس لعيبه ياخدوا شوط، انت كنت جاهد. وبعدين انا في يعني حته الفروقات ما بين لعيبه النادي الاهلي، احنا افضل لعيبه في مصر طبعا، احنا مجموعه طبعا افضل لاعبين المفترض في مصر. صح. الفروقات مش كبيره، مش مزبوط. كبيره قوي. مزبوط. اقول لك حاجه، الفروقات في الكره المصريه ما بين اللاعبين اصلا مش كبيره. يعني احنا بنتكلم في مميزين لكن تلاقي معظم اللعيبه شبه واحد. فاللي انا عايز اقول قريبين قريبين، في قريب وفي طبعا البعيد شويه طبعا. وفي لكن لكن مش النسبه. يعني انت الغلبة. يعني يعني ما عندكش مثلا زي جيل ابو تريكه وبركات والناس دي في كل تيم، حتى في الانديه الاخرى هنا 9 لعيبه وهنا 10 لعيبه وهنا 8 لعيبه وهنا لا، انت بتتكلم على كل قريب من بعضه. فاللي انا عايز اقوله ايه، انك انت كنت يجب النهارده تستغل الفرصه بتاعت الدفعه اللي احنا واخدينها دي وندي المجموعه الاخرى وبيهم ديانج والحاجات دي، كنا ننزل نكسب المباراه. لكن في الاخر كره القدم ماشي. صح. طيب يا كابتن بلال، لحد امتى هنفضل نقول ان اللاعب المصري ما يقدرش يلعب ماتشين كل 3 4 ايام، ماتشين كل 5 6 ايام؟ احنا بقالنا كده بنقولها من ايامنا يعني. والله يعني لحد الكره اتغيرت والمفهوم اتغير، البطولات العالميه بتتلعب في اوقات قريبه جدا. هو تاسيس اللاعبين من 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 الصغر يا كابتن ايمن. انت طب وحلولها ايه؟ انت هتيجي النهارده تجيب واحد عنده 28 سنه يا كابتن؟ احنا بنتكلم كده بقالنا 20 سنه. طب والحلول؟ وعلى فكره ومن 40 سنه برضه، وهتفضل ل 60 سنه جايه. ليه؟ ما عندكش تاسيس جيد في قطاعات الناشئين في الانديه للاسف الشديد. انت النهارده بص يا كابتن، الانديه بره بتتمرن بالست والسبع ساعات في اليوم، تمام؟ انت النهارده تتمرن ساعه ونص وتروح تاكل وتنام وتروح المدرسه وتيجي من الجامعه وتروح تلعب تريح شويه وتبقى مجهد في الاخر وتنزل مجهد في الاخر. انت عندك مشكله بدنيه تمام كبيره جدا جدا جدا. المدربين احيانا بيعالجوها في فترات الاعداد. هل انت عندك وقت في فتره اعداد جيده؟ انت عندك موسم متلاحق او مواسم متلاحقه. صحيح. هتعد ازاي اللعيبه بدنيا تمام، وهتعمل فتره اعداد قويه جدا 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 ازاي وانت اصلا المواسم بالنسبه لك متلاحقه؟ فانت يا دوب بتعمل ايه؟ يا دوب يعني بتحضر نوعا ما للموسم الجديد، بتدي استشفاء شويه، بتريح بعض اللعيبه شويه. ما عندكش توقيت كبير تقدر تستغله للاسف في اعداد اللعيبه بدنيا ان هم يلعبوا زي كده. انت عارف النهارده في انجلترا في البوكسنج دايز تمام، بيلعبوا كل 48 ساعه، بيلعبوا الخميس، بيلعبوا السبت، مش يلعبوا الحد، ابو السبت. وكل سنه كده تاخد بالك، وكل سنه كده واللعيبه بتخرج عادي جدا من البتاع وتكمل السيشن خلال يومين. ما عندهمش مشاكل يا كابتن، وبيلعبوا الماتشات كلها يعني فول باور. بس النتائج ما بتبقاش اجمل حاجه، ما صوتش بس بتلعب برضه فول باور. وعندك اللعيبه عندك اللعيبه الريزيرف السبستيتيوشن بتحطهم وتنزل وتغير وتعمل في التوقيت الصعب ده. فانت كابتن ايمن بيتكلم في حاجه مهمه جدا جدا جدا، احنا كمان لازم يعني يبقى عندنا دوري منتظم عشان نقدر كمان نواكب العالم في الحته دي. ما عندكش للاسف دوري منتظم للاسف الشديد، عشان كده عندك مشكله كبيره جدا. صحيح. في حته ان انت مش قادر تاهل اللعيبه بدنيا بشكل كبير. صحيح. بيشرفنا دلوقتي الناقد الرياضي محمد الديك والحديث عن الصحافه الرياضيه قالت ايه بعد الماتش. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا كابتن، احييك واحيي كابتن وهارد لك. النهارده النتيجه يعني ما كانتش في صالحنا رغم الاداء المميز. الصحافه كابتن، الصحافه العالميه تحديدا اشادت بتاع النادي الاهلي لحد دقيقه 70، بعد كده اتكلموا على فكره لقطه ضربه الجزاء بتاعه مارسيلو تحديدا، وقالوا ان مارسيلو بدهائه وخبراته الكتيره مع فريق ريال مدريد وخبراته في الدوري ابطال اوروبا وكاس العالم دبس، بمعنى صح دبس بيرسيتاو في ضربه الجزاء، وكانت لقطه التحول. الفيفا كابتن قال ان المباراه كانت قويه واتسب بنديه، والنادي الاهلي ضغط فريق فلومينينسي خلال 70 دقيقة وكان ليه أكتر من فرصة
لكن الاداء القوي الدفاعي تحديدا من فرقه من خبرات لعيبه فلومنسي كان لها عامل السحر في المباراه. من الحاجات الثانيه برضو كابتن صحيفه ليكيب الفرنسيه قالت ان فلومنسي يهيمن على المباراه بعد الدقيقه 70، واكدوا كابتن ان الفريق بطل امريكا الجنوبيه ظل تحت ضغط النادي الاهلي طوال هذه الفتره، ولاحت اكثر من فرصه النادي الاهلي كانت كفيله ان هو يخرج فائز بهذه المباراه، لكن نقول الحظ شويه عدم التوفيق بتاع اللعيبه، ربنا مش رايد ان الاهلي حقق النتيجه كويسه النهارده. يعني الصحافه كلها تحديدا بتتكلم في هذه الجزئيه. برضه يا كابتن موقع لوس انجلوس الامريكي بيتكلم على فكره ذكاء مارسيلو، وكاتبين كده مكر مارسيلو تحديدا في اللحظه بتاعه ضربه الجزاء. من الحاجات الثانيه برضه يا كابتن موقع صحيفه كيكر الالمانيه بتتكلم على ضربه الجزاء، وتحديدا بيقولوا مارسيلو مهد الطريق، ان كانت نقطه تحول بالنسبه للفريق البرازيلي في هذه المباراه. وقالوا كمان ان النادي الاهلي كان مميز خاصه في خط الوسط، وكان الاكثر سيطره على خط الوسط، الا ان المهاجمين فشلوا في ترجمه الفرص اللي لاحت ليهم خلال المباراه. كمان يا كابتن موقع اليورو سبورت قالوا ان الاهداف المتاخره منحت الفلومنسي نقطه التاهل او فرصه التاهل لاول مره في تاريخ مشاركاته في بطوله كاس العالم للانديه، وقالوا ان النادي الاهلي كان الافضل في الشوط الاول تحديدا، وكان ليه اكثر من فرصه للتقدم في هذا الشوط. برضه يا كابتن من الحاجات الثانيه الصحافه البرازيليه بتتكلم على فلومينسي المذهل، تكلموا ان الفريق في اول مشاركات ليه في كاس العالم للانديه حقق الفوز على بطل افريقيا. برضه يا كابتن من الحاجات الثانيه اللي بيتكلموا فيها فكره فيليب ميلو المدافع المخضرم، كانوا بيتكلموا ان هو اللقطه اللي عملها او التاكلنج تحديدا اللي عمله مع بيرستاو كان نقطه تحول في اداء الفريق. كمان اتكلموا كابتن الصحافه الايطاليه تحديدا القت الضوء على اداء اللاعب، وقالوا ان هو برغم سنه الكبير الا ان هو نجح في الحد شويه من المهاجمين بتوع النادي الاهلي. وده يا كابتن كان ابرز حاجه معانا في الصحافه العالميه. الصحافه المصريه بتتكلم على فكره النادي الاهلي النهارده لم يوفق، وفي فرصه ان شاء الله تاليه عندنا ان شاء الله فرصه المركز الثالث والرابع يوم الجمعه، ربنا يكرمنا ان شاء الله ونحقق المدينه البرونزيه كتعويض للماتش بتاع النهارده ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. شكرا جزيلا يا ديك، شرفتنا. شكرا لحضرتك. كده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي فلومينينسي البرازيلي في الدور قبل النهائي كاس العالم للانديه، والتي انتهت بفوز فلومينينسي 2-0 وتاهله للمباراه النهائيه، وتاهل النادي الاهلي للعب على الميداليه البرونزيه من الخاسر من مباراه غدا بين اوراوا الياباني بطل اسيا ومانشستر سيتي الانجليزي بطل اوروبا. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الميداليه البرونزيه يوم الجمعه القادم باذن الله. املنا كبير ان النادي الاهلي يحرز الميداليه البرونزيه باذن الله رب العالمين. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده كابتن شريف عبد المنعم، شكرا يا كابتن وهارد لك النهارده. اشكرك كابتن وبالتوفيق ان شاء الله الماتش الجاي يا رب ان شاء الله. الميداليه بتاعتنا كابتن عادل شكرا، والقادم افضل ان شاء الله. ان شاء الله وخلاص يعني نطلع الصفحه ونخش على البرونزيه، وده انجاز كبير برضه ان شاء الله يا رب. كابتن اسامه عربي شكرا يا كابتن وهارد لك. شكرا وهارد لك. اللعيبه عملت الماتش ده كويس قوي النهارده، وقعوا في اخطاء بسيطه الشوط الثاني، لكن انا عايزهم يخرجوا بسرعه من الاحساس بال هيبقوا اكيد زعلانين، فيخرجوا من الموضوع دوت بسرعه ويركزوا، لان برضو الميداليه البرونزيه مهمه، فيتفرجوا على ماتش بكره كويس وان شاء الله نقدر نجيب الميداليه البرونزيه باذن الله رب العالمين. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن شرفتنا، والقادم افضل ان شاء الله. اشكرك كابتن ايمن، يعني هارد لك للاهلي طبعا، احنا كل الانفعالات بتاعتنا هنا عشان خاطر احنا كنا واثقين وكان عندنا امال كبيره جدا النهارده نوصل للفاينل. نتكلم في بعض السلبيات عشان ان شاء الله تلاشيها في الفتره القادمه باذن الله، ما بنحملش حد المسؤوليه. صحيح. المسؤوليه يعني نتحملها جميعا كلنا، يعني وإحنا كلنا طبعا نفسنا الاهلي كان يوصل النهائي ويحقق انجاز تاريخي، لكن للاسف الشديد ما قدرناش نوصل، ولكن عندنا هدف ثاني وان شاء الله الحصول على الميداليه البرونزيه باذن الله تعالى، وان شاء الله وده انجاز كبير يا رب. وشرف كبير جدا الاهلي
بيشرف الكره المصريه. مزبوط. تمام. وده في الاول في الاخر مش لازم ننساه او نتغافل عنه. احنا بنتكلم على 9 مشاركات. طبعا انت 6 مشاركات طبعًا. وصل لنص النهائي. انجاز تاريخي كبير جدا رب. جدا للنادي الاهلي. كلنا بنفخر بهذا الانجاز ان شاء الله. صحيح. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى ورقه حياه.